Good morning again. Hi, Rabia. New day. New day. How are you today? Well, good. Excellent. لك عملوا update للتليفون. هلا أول مرة بشوفه. صارت بتشوف هون إذا في ماكرو أو لا. صار لك بسنا ماكرو. بطلنا مطلع يروح 0.5. So there is. حلو. بس كنا نحكي فيه. هيدا the new update تبع أبل. هاي ربيع. كيفك؟ جيت على القد. أنت سأبت إنه أنا عم تروق. مزبوط. اليوم أنا عملت رويقة بس صبحية غير من هالمرة. هالمرة is the tips and the Anthony journey. Okay. Of how you handle a meal. So exactly what you're doing. اليوم هالcontent اللي بينزل على إنستغرام، على يوتيوب، على كل البلاتفورمز. وين بيبلش؟ يعني كيف طلبت الترويقة؟ Usually. Every time you visit the hotel, you like room service breakfast, you like to see the experience, which you ordered already. And now, your phones are on the table, your tools, مثل ما بيقولوا, you're ready. So take us through a journey of كيف تاخذ الصورة, ليه بتاخذها هيك, شو ورا كل شغلة عم تعملها, وليه عم نعمل هالترويقة اليوم من عيون أنتوني. ربيع خلينا نبلش بي يلي أنا ما بحب شوفه, ما بحب فجي للناس. من هذا المنطلق بقول أنه بجيب أحسن تليفون, وأجدد تكنولوجيا, وبتطلع على الضوء كيف بده يكون, وبنتبه على الخيال, وبتأكد أنه تليفوني بلقطه بإيدتين, وبعرف أنه في واحد تاني دايماً باك أب معي, مش هادي أشطنك دوار, في واحد تاني باك أب معي دايماً كرمال حط ضوء إذا لازم وشيل خيال, واحد ليوتيوب, واحد لإنستغرام تما يفوتوا ببعضهم وضيع, بحكي لانجوج على يوتيوب غير لانجوج تبع إنستغرام, بتأكد انه الطاولة دايما نظيفة ومرتبة وانه كل شيء مزبوط, بأكد انه ولا معلقة محطوطة بالصحون لانه بنزع الصورة. يلا عم جارب اقوله يمكن كتير ناس ما عم تفهم علي, ويمكن كتير ناس تقول ما بده هالقد, مش رح تصور لك الصورة خلصت. لا, انت تشوف صورة حلوة, انت تنبسط فيها, انت تطلع وتقول appetizing, بتشهي, بده شغل وبده وقت, وبتفاجأ وبزعل على العالم يلي على الانترنت, سوشيال انفلونسرز يلي هن لقى التليفون وبصير يعمل هيك, بفوت بايفنت وبصير يصور المكان. ما انت تخيل حالك انه انت قاعد ورا هالتلفزيون عم تحضر شو الناس عم شو انت عم بتسوي, الخضة, الهزة, كيف تقبل تحطوهم على السوشيال ميديا اساسا, او مثلا يلي بيكون عم بيفرج شيء كتير وقريب وكتير فلو, او اللي عم بيصور حاله هيك. طب بعدها شوي اعطيه مجال, فكر انه شو الهدف؟ الهدف الأساسي كتير واضح. مزلو. واحد, نعمل دعاية لمطعم معين. اثنين, نشهي الناس. ثلاثة, ينبسطوا بهالكونتنت ويحطوا لهم فرحة بقلبهم. فولكون صوب بيجوا على بيجوا بشي بسعر. السعر يلي هو الوقت, الاتنشن, قديش بتعطي وقت لهالصورة, قديش الصورة بتاخد حق. فاليوم كل صحن مثل ما هلأ شايفين هون. تشيرز. تشيرز. طيب عود. مثل ما شايفين هون هو لازم يكون مرتب حلو. يا حنة هو اللي كنت مضيعون الميبل سيرب. ما بدنا عسل هلا, عسل لهاي. لازم يكون خليني اوقفك بشغلة. يلا قلت كم شغلة حلوين. واحد ريليتد على صبحيتنا امبارح, سو انت قلت انه كمان الناس اول شيء دعاية. خلينا نكون واضحين, انت هلا باوتيل دافع حقه قاعد, ما لك عليه, دقيت لهم قلنا لهم شيء ما قبل, قلت لهم I want to order. ما بعرف انا مين. Exactly. One. Second. Did you do something that is not in the plate? في شيء زدته على الصحن تتجمله؟ أبداً. ولا مثل ما الاوتيل بعت لك اياه؟ أبداً. واضحين. ثلاثة, سو انت اليوم مش بس دعاية لانه انت بدك شيء, لانه انت كمان تحترم رأي انه انت قاعد بمحل لازم كمان نوقف حدهم, لانه مثل ما حكينا امبارح في ناس بتشتغل بالاوتيل بمطعم وكذا. ما فينا هيك ناخذ قرار انه نجرح بحدا لانه في ناس بتفهم. ربيع الاوتيل كتير حلو, كتير 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 حلو. دابلس المظبوط. الفيو اللي موجوده من هون ما ثابت بعد, ما فاجئكم اياها, بس موجوده على على انستغرام امبارح, هلا مش عم حطها على يوتيوب. الوعي الصبح مع مش معقول انا عن جد. هلا بالاخر مش عم تذكرنا امبارح بدي فرجيها ونسيت. صح. والترويقه مرتبه, والاحترام والتهذيب على التليفون, وقالوا لي نص ساعه, اجت باقل من نص ساعه. الفوت, الاستقبال, البانكيكس اللي جايين جوا سخنين مرتبين, حبه حد الثانيه. طلبت وحده جرانولا, ما بعرف ليش في اثنين. عارفوني جاي اقولك مع انه حاجز وحده يعني. يلا anyway. ف عن جد احترام كثير حلو. من هون ورايح بقول كنا عم نحكي امبارح بموضوع كثير مهم, انه ما بقى في بهالدنيا حدا يعطي بلا شيء مقابل. صح. فاليوم في شغل متعب تعبانين عليه, في 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 اوتيل مرتب, حقهم انه اعمل لهم صوره حلوه او ما اعمل لهم صوره.
فاليوم ليش بدي انا اليوم اجي اصور بشعه واحطها اونلاين واقول ما كانت منيحه؟ كيف ما تصور؟ ليش ما تكب سميتك على الدنيا؟ فايتس نايس للناس اللي جايين اليوم على دبي وبدهم هالكاتيجوري اوف اوتيل وبدهم هالكاتيجوري اوف لايف ستايل، انصحهم من يروحوا مشان هيك نسبه الحين صار 10 سنين. ف بعمل لكم اكسبيرينس كلها. سو من وقت ما وصلنا نزلنا جربنا البرجر، ما حطينا الصوره بعد بس حطيت على انستغرام للفيشن شيبس. امبارح نزلت شربت بيرة على رواق عشيه، نطرتك 4 ساعات. بعد عزمنا على السوق ماشي. بعدين جربنا الاوضه، جربنا الترويقه بالاوضه، يمكن بكره بجرب الترويقه تحت. وهيك بتبلش هلا عم نحكي عم نعطي اكزامبل على هذا الاوتيل، فكر عم نعمله دعايه انه كانه هو طلبه منا. لا بس هيدي مثل خلص يعني جماعة الماضي رحت انا ومرتي على بلجيكا بالماربي كلها سوا، فرجيت وصورت وضويت على الاوتيلات اللي انا انبسطت فيهم. يعني في اوتيل بماستريخت يلي هو كنيسه كتير قديمه كتير حلوه، ضويت عليه صورت فيه، صورت بالاوضه، صورت قد ما بقدر لانه يعني حبيته. بقيت الاوتيلات ما كانوا اب تو ماي ستاندرد فما حكيت عنه. خلينا بعض خبيناهم، مش لان ما بدي اعمله دعايه، لانه ما شفت انا ما بدي حدا يروح يقول هذا هو اللي حكينا عنه انتوني. سو المصداقيه بترجع تبلش على اساس المصداقيه كريديبيليتي اكيد. فهيدي هي. فاليوم اليوم هيك عم نحكي عن طب اوكي هاو دو اي دو ات. اول شيء عندي دائما تليفونين بكون ضلهم دائما دائما معي، مش لانه واحد خط لبناني واحد لا، تليفونين الخطوط اورجنايزنج كل شيء هيدا على ستوريز، يعني كل شيء فيرتيكال ماشي هيك. انستغرام معمول تكون هيك، دونك على انستغرام ما فيك تحطه هيك، كنت تدفع عليه سو الستوريز بنشوفهم فيديوهات هيك حطوه محل ثاني، حطوه على فيسبوك. انستغرام انعمل تيكون فيرتيكال سو اتس فيري امبورتنت. هذا انستغرام. تاخر النهار قدر اعرف انه هون عندي صور صغار، هون عندي فيديوهات صغار، هون بدي اعمل اديتنج، وهيدا كل شيء يوتيوب وصور صح حلوين. سو على اول ما تيجي الطاوله دائما بتطلع بظبط الشواك والسكاكين، بظبط هول، بحط كل شيء حد بعضه، بتاكد انه ولا صحن معربش على الثاني، بتاكد انه الكرواسون مزبوطين، انه الاورنج عظيم، انه القهوه ظابطه، انه البانكيكس مزبوطين، وبلش اخذ صور. اول صوره دائما للطاوله كلها سوا، صور صغار لكل صحن بصحنه. ايش بتشحن؟ مش عم تشط ريلتك؟ مش عم انا الريحه بتجنن. مطولين تناكل؟ وين هلا بعد ما جاي الصوره الشهيره يلي بتوقف على الكرسي؟ رح اطلع برات الكارت بس انا اجمالا في دائما الصوره يلي مزبوط هون دائما بتطلع بوقف وانا اخذ لك صوره راسي رح تشوفوه بتطلع انه ما في خيال ابدا، وباخذ دائما صوره من فوق يلي هي كثير حلوه مع دبي فيو من برا. اوكي سمعوا اذا طلعت برات الكادر بس هيدا الاساس. هلا طالما العالم عم بيتغير وطالما الدنيا عم بتتغير، خبركن اسرار السوشيال ميديا والانترنت، انه ربيع الدنيا رايحه، الدنيا رايحه على 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 فيديوز، وانستغرام ما بقى بده، يعني خلينا نقولها بطريقه غير شيء، ما بقى يهمه الصور. العالم عم بيتغير، يعني بعد شي اليوم حدا بيقول لك انا فوتوغرافر، انا فوتوغرافر بحترم عندي كاميرا دافع ادكي فور فوتوغرافي، بس كمان لازم وي نيد تو ادابت تو فيديوغرافي، لانه العالم رايح كله على فيديو. العالم صار بده بعشر ثواني تشوف فيديو وتفهم قصه حياته، صار بده كتاب بعشر ثواني. على هالاساس انستغرام بده يعمل كومبيتيشن مع يوتيوب. في انا بدك نحكي عن السوشيال ميديا اند كومبيتيشنز اوف ذا وورلد، بده يعمل الكومبيتيشن مع يوتيوب فبده فيديوز. دونك بدنا نركز على شو؟ على الريلز او على الستوريز. فبوضع مثل هيدا شو معمول؟ بيجي بفكر انه انا بدي اعمل الترويقه بدقيقه صح، وراح اخذ صور وفيديوهات حلوين صغار وركبهم اعملهم اديتنج بعد شوي تا نحطهم على على الانستغرام ونقول اي ووك اب تو ذس بريكفاست. اول شغله باخذ هاي وبنظف الكاميرا. هاي الوصفه الله، هاي الوصفه، هاي وصفه انجي نو كثير مهمه دائما ننظف الكاميرا، لانه الكاميرا ب 90% من الاوقات في عليها اصابعنا بلا ما ننتبه. فبنجي نحن بنصور بنشوف فلو بلوري، الضوء الاصفر عامل زيح، هول كلهم توسخ كاميرا تنظيف بطاطا يعني هين ابدا. اوكي نرجع بنحط شغله هلا هيدا رح نشيله، نرجع بنصور شغله بيجي باخذ ثانيه ونص من هاي، مش عايز اكثر، ثانيه ونص من هاي مش عايز اكثر. ماي فيفرت باتر عطلب طريقة بكرة عن جديد. بيردي زيني بحبه كتير. زبدة بطلب دايما جزر درينك. ما ببلش نهار بلا لبنة. بحب كتير جرانولا مع يوغرت.
كرواسان شكله فرنشي باتري لانه البراند اكور فرنسويه، فاذا ما صابوا الكرواسان يعني مشكل. في شويه حليب. اوكي هلا بدنا نشهي. سوف ناخذ هاي نلقط نيح الكاميرا and we go. ميبل سيرب على البانكيكس، هيدا اخذت 7 ثواني. نتاكد انه ما ننسى نصور نرجع ثاني واحد. فينا نقول 60-70% of the time all of this content is done by yourself. صح. وبعدين عنا العسلات على هيدا بدات موجه. هلا عم تسالوني ليش عم بحكي؟ لانه بعرف انه رح شيل ورح احط موسيقى. لو ما رح احط موسيقى بسكت بصرخ بقول للعالم سيلوس كثير باين مره اخري مرات بس انا بس بس. فخلصنا. وهلا او مثل ما قلنا طلعت انا التليفون بايدي اصبع ست عارف سيبه هون بطلع التليفون باك جراوند ورا بحضر قهوتي بتطلع هيك وبقول جود مورنينج قهوة ترويقة فيو رائع ونهار جديد بدبي ببلش have a great day ببعت شوية بوزيتيفيتي لكل الناس بكل حب وحنان وهيك. Why؟ لأنه حلو الحياة. Okay. لأنه دايما كل نهار جديد فيه اكتشاف، لأنه كل نهار جديد فيه اختراع، لأنه كل نهار جديد فيه شيء. ليش لا؟ ما بعرف ليش في ناس عندها مشكله من قصه انه بدك بوزيتيف. طب ايش بدك يعني؟ جد ما قال لي شو بدك. اذا زعلان بيقولوا عنك دراماتيك، واذا ما صورنا بيقولوا عنك بوزيتيف. امبارح صورنا فيديو كتير حلو بالباترون، صار جايب 10,000 فيو على يوتيوب. العالم كله حكيت فيه انه واو في هيك شيء عندكم بلبنان بالباترون. واذا بيطلع لك 3-4 ليش انت وين وانا وين؟ طب اكتر ما سالتك انت وين، خليك محل ما انت. ليش بكتب سميتك على العالم؟ ما ناس مبسوطه وناس جايه والناس قالت جيه في باترون، من صور طلعوا على الباترون ومن طرابلس نزلوا على الباترون، العالم كلها سوها حبت على بالها تعيش. واللي ما كان عارف انه في يعطي شويه امل لاولاده الظهر. طب ليش بدنا نكب سميتنا؟ فوقتها ليه بدنا نعلق على ليه بدنا كمان ناخذ هالبلاتفورمز الموجوده اليوم يلي فيها نستعملها ايجابيه؟ ما عم بقول ما نستعملها لاشياء سلبيه صايره حوادث وات ايفر بتصير، ما عم بقول لا مش ضد هذا الشيء، بس ليه ما ناخذ طرف من الحديث نقول نوقف نجي على لبنان او اي بلد بالعالم لانه صار معنا سمول انسيدنت. وقتها في اكثر من 5 ملايين شخص بلبنان فيني يعملوا لك احلى انسيدنت، عرفت كيف؟ سو كمان لانه صايره كم شغله هاليومين again people are doing negative videos which I think is unfair for the country especially at times. وقت حدا مثلك عم بينزل شيء كتير حلو على الباترون واللي هو بعتقد في تدخليه على الباترون على سو يو جاست جو يو بتاخذ صور بتصور مع الشجر بلس شو ولادك وبتفل. فيك تاخذ بوب كورن وفيك تاخذ ما بعرف شو فيك. صح. شو في اشي فيك تتمشى، فيك تاكل اكل، فيك تقعد ببوب تشرب درينك، فيك تتعشى بريستوران. الحلو فيها هي الشارع، هي المدينه القديمه، ممكن انت عايش بمدينه قديمه وبكل شارع في اكتيفيشنز. سو في 30 ستاند هون 30 ستاند هون 30 ستاند هون. في ساحات فود كورتس قدام كل الكنايس. شيء اخوات عن جد برافو. بتآمن بجملة انه اذا حدا بيقول لك مثلا ليه ما ظهرت انت اولادك كذا ظهرت بيقول لك مثلا ما معي مصاري؟ بتزبط هالجملة؟ ما فيك تقول بتزبط هالجملة. انا بحترم كل انسان، ما بعرف شو في عند العالم. مزبوط. هيدي دائما بنقول نحن ما بنعرف شو في عند بس هو عذر سم تايمز. سو ما بنحكم ما بنحكم، بس هو عذر سم تايمز تبع اللي ما قال جليدي شو بدي بالشغلة ما بدي. هي بالاخر بتكلف اذا بدنا نقول مزبوط حق البنزينات يلي معه اياهم عم يتخبى وراك. ما عم نحكم على العالم، بس بالاخر يشوفوا اولادك عم يتمشوا وعم بيشوفوا. هلا في صعوبات كثير بدنا، احنا مش عايشين بعاد عن العالم. اذا اخذت اولادك بيستحلوا وفينا ناخذ واحد بده يلبس كفوف بكل جمله عم بيقولها لانه ما انزعل حدا. اكيد عم كونسيدر بيبل. اكيد مش فيمكن واحد يقول لك انا ما بيظهر اولادي بكره بيستحلوا، اذا استحلوا ما بقدر اعطيهم يلي هو يمكن. طب احضروا فينا نقعد على يوتيوب. امبارح كنا قاعدين بدنام بتذكر. صح. وقطع شخص جاي من السعوديه وقال لي شغله كثير دق فيه. اول شيء كان قاطع هالشخص، ما راح اقول لكم مين اسمه ولا شيء، اكيد عم بيحضرنا. كان رايح على الميتينج، كثير انبسط انه شافني، تصور بعد صوره لمرته ولاصحابه. بعد ربع ساعه رجع
قلت له وين رجعت ما عندك ميتنج؟ قال لي تركتهم. مش بعد ما بتقدر انت تكون هون وما اشوفك. قعدنا سوا وخبرني عن قد ايه بينبسط يحضر اللي بعمله، بس لانه بشوف امل، لانه بشوف بوزيتيفيتي، لانه بحط له ضحكه على وجهه، وهول الشغله حلوين. ما في طب ماني قادر اروح على محل معين، بحضر بنبسط، بسافر معي بلا ما اكون عم سافر، وهذا الهدف الاساسي. فاليوم يمكن اكيد هذه الترويقه مش كثير على الناس من امريكا، من مكان رح تجي او فيها تدفع حقها او يلي هو، خلينا نعيش اكسبيرينس مع بعضنا ونفوت بالتفاصيل. خبرك هل ادقنا شو وضع؟ اها، فاليوم اذا انا عندي، نحن بالحلقه اليوم في ناس بتقول طب ولا مره اكلت شيء مش طيب، صح؟ فنحن اليوم بحلقه اخذت هذه البانكيكس. اول شغله انا وعم بقصها، فيني اخبركم انا وعم بقصها حسيت انا اسي، اوكي، وحضرت حالي على وتو اكسبكت بعد يعني خبره شوي صغيره. من جوا فلوفي نكزه بس منهم مخمرين كفايه، سو ما نفخوا كفايه، يعني استعجلوا شوي، مش حاطين لهم خمير كفايه، حاطينهم بالفرن اللي هو دونك. هون ذا نيكست بارت از ندوق. هاي لك انا كفي احكي، فيها ميبل مزبوط، فيها الستروبري المزبوط. طلعي تخزقت. يلا سو تاني بارت هي نجي نقول اوكي، ورح اقولهم مثل ما بقولهم دايما، البانكيكس شكلهم كتير حلو، معمولين مزبوط بس منهم خبرين كفاية، ما بيعلكوا، لايت بس منهم فلافي انف، ما بيعلكوا على الطرف، منهم نسين على الطرف، منهم اوفر كوكت، بس كانوا بينعملوا احسن من هيك. الحق ينقال 6 over 10 مظبوطين. Right? There's always space for improvement. Right. Nobody said if you do something bad you can't do it better. مظبوط. So they're good enough. Good enough. هلا بنكفي على البقية يلي هو. فعبالي جاوبك على هذا السؤال اللي دائما الناس بتسأله. طب معقول كل شيء بتحب كل شيء طيب كل شيء مش طيب؟ مش كل شيء طيب لا. مهم يكون شيء معمول صح. ما يكون مخبصين فيه، ما يكون شايل انجريدينت، ما يكون سكر كتير، ما يكون عسلتهم ما نظبطين، ما يكون كتير اشياء، بس على الاساس بحكي بالاشياء مثل ما هي. ساعات الشيء بيكون كتير عاطل او مش طيب بتفاده لانه بخرب له بيته، فشو بدي بهالشغله. ف this is how it is. شو عندك سؤال بهالوقت؟ بحضر لك زبده. What's next هلا؟ Next is خبزه رح نحضرها مظبوطه مع my favorite butter. هي عم بحكي عن الزبدة. اي جاي اسألك دايما بتقول ب many of your episodes، حتى انا when I was around معك بكذا مشوار، بتجيب سيرة تفصيل معين بالايتم. يعني مثل هلا خلينا نحكي بانكيك، قلت انه الخميرة مثلا يمكن مش مخمرة زيادة. This comes from your traveling around the world learning about pancakes, one of many items. وصرت تعرف مثل كنا عم نحكي امبارح انه صرت تفوت بادق التفاصيل، انا كحشرة صرت حب تتعلم بكل شيء، مش حشرية بطريقة انه عبالك تعرف كيف things are done. مثل هلا الزبدة، طب يا عم بدمع عيني على الزبدة، كيف مش حاسس عم حس عم جرب اكسب وقت. في بعد زبدة تاني كمان مرة عندك بالبيت اكلين كتير طيب ايش هي؟ مزبوط. so this is كمان انا من وراك. لك نحن بالكالتشر تبعنا العربية مش الفرنسية مش الاوروبية، نحن الزبدة اللي قلنا هي زبدة تبع البراد اليورباك وات ايفر بتحطها تتعمل فيها طبخ، صح؟ بس الزبده شغله كتير كبيره، ودائما نحن وصغار بقولنا زبده بتنصح ما تاكل زبده، لا لا، الزبده مثل ما شايفين الزبده هي شيء that is spreadable with love with passion. شوي شوي الزبده هي شغله بتاخذ شغل بتاخذ تعب. الزبده هي شيء بنعمله نحن بعكار بس ما بنعرف قيمته، بنكبه بنطلع فيه انه مين بياكل زبده، خذه للطبخ. وببرماتي دايما كنت قلهم لبعكار بليز بيعوني زبدة، بيعونا زبدة، بيعوا زبدة، مش قادرين بقى نجيب زبدة من برا لانه غلي الدولار اللي هو بدو جد زبدتكم. هنا شو بيعملوا؟ بيعملوا زبدة، صح؟ طيعملوا منها شو؟ شانكليش، يعني بيخضوا الحليب تيشيلوا منه الزبدة. سو الزبدة is not a priority، تالبقية يعملوا منه شانكليش. guys it's the other way around، we love شانكليش بس الزبدة وين؟ سو الزبدة لقلي هو شيء كتير بده شغل، كتير بده فن، كتير بده دقة، في منه مع ملح، في منه بلا ملح، في دو دمي سال سال يعني ملح نص ملح أو عادي، في شغل. ليك 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 كيف عم بتفرفت على رواق كيف؟ أنتني أو ماي جاد عم فول أوريدي. سو الزبدة شغلة كتير مهمة. الزبدة ساعة تنعمل هوم ميد برا بفرنسا
بيشتروا المطاعم الايطالي ميشلان باسعار كثير عاليه. صحت انت بتوصل على طاوله وبتشوف شقفة زبدة بتجي شكلها مثل الفريز مثل الستروبري، هي بتنعمل على الايد، بتنضرب على الايد، بتنخبط على الايد، بتنلف على الايد، مثل الكالتشر تبع جبنه بلديه او يلي هو. فالزبده شغله كثير مهمه، فلقيت الزبده منه شيء للطبخ، الزبده هي شغله كثير مهمه بحبها وعم جرب من وقت لوقت يعني. كل ما اكون عم سافر او كل ما اكون عم باكل زبده فرجون انه انجوي ات. في كتير اشياء بتنصح بالحياه اكثر بكثير من الزبده، في كتير اشياء بناكلها بتاذي اكثر بكثير من الزبده. اتس نوت بروسيسد فات، منه يعني منه لمني يعني منه فرنش فرايز، منه شيء مقلي، منه شيء طالع على 200 درجه، هذا شيء طبيعي مثل ما هو، حليب مفصول مثل ما هو. ف ايه كفه تفضل. هيدي الزبده شو وضعها هلا؟ هلا الزبده رح نتركها مثل ما هي، رح نحط عليها شوي 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 هيك يعني، بس لحسة لمحة سويتنس يلي هي شفتها بقى نقزة، بس هيك شوية مربى بإحساس كتير خفيف. انت بتغنج أكلاتك؟ أوه. والله قصة كتير كبيرة. الأكل مش واحد ما بيعيش تياكل، واحد واحد ما بياكل تيعيش، بيعيش تياكل، ما بيعيش whatever. فالأكل هو لحظة سعادة. يعني تعرف ربيع يقول لك قبل، أنا من الناس اللي ما بتحمس وما بتحبز وما بتدعم أبدا فكرة القهوة بالسيارة، أو يلي بدخن الدخن بس الدخان بالسيارة. سو أنت اليوم قاعد، it's a moment of enjoyment. Enjoy your coffee. Appreciate your food. It's a moment of peace and fun. يعني احنا بلشنا صرنا ما بعرف يمكن ربع ساعة. بعدني بأول طريق، بعد ما دقيت باللبنة، بعد ما دقيت بالجرانولا، بعد ما دقيت بالكرواسون، بعد ما دقيت بشي. بعدني عم enjoying. بتطلع شوي لبرا، بفكر وبخطط لنهاري، بتذكر شو عملت امبارح، بمحى منه اللي ما بدي اياه، بترك مني اللي بدي اياه. صح. Please enjoy. Thank you. خبزة، مالتي سيريال، محمصة شوية زبدة. قش صغير عندنا الزبده بتجي بتزحط هيك بين لسان وبين سقف الحلق، شويه حلاوه سويتنس على الوجه، and you have something very smooth very light. وبالاخر تقرصك المربايه على اللسان، very well balanced. بتقول بلحوس شفافه بحس فيها، بدك شيء ثاني ابدا. ومشي زبده يعني، مشي ابيخ من هيك. بس غلطنا غلطة الشاطر بألف، ما صورناه. There you go. يا مصايرة مانو. يا مصايرة. يا مصايرة. وخلصنا ربيع، ما صورنا الساندويتش. أوكي شو بنعمل هلا؟ امبارح ما صورت كثير أشياء كمان وما انتبهت. The reason why كمان، this is كمان to add to your trips and your visits to restaurants and traveling locations. هن أنت اليوم ما مش بس بتفوت، يعني إذا صح لك الفرصة إنك تفوت على محل أو على مطعم وتقعد تاكل، تطلب اكلتك، تدفع فاتورتك كذا، واذا لقيت تشانس انك تقعد مع الشيف او الاونرز او كذا، يو سبند ان اكسترا اور ليرنينج. هذا كنت عم نقوله امبارح عن هيك، بس يعني انت دائما بتقول لشخص ميرسي لك لانه منك تعلمت. ومن هول الفيزيتس اللي عملناهم هن هول التفاصيل هلا حكيت فيهم. اكيد البالانس الكذا، العكار، الزبده، ليش هيك ليش لا، اتس بروسيس نوت بروسيس. وانا هلا عم بحكي معك تذكرت مشوار ارمينيا، ما نتذكر شو اسم المطعم، بس بذكر المطعم اللي اخر مطعم بالعاصمة يلي بيجي عليه المشاهير. تذكر كنا رايحين وكنا قريب تعبنا، كنا 10 days نحنا خلاص at the end of it، وكنت انه okay we're going but then comes the owner. You remember we spend hours of talking. وطلعت انا وياه طلعت انه ياه شو تعلمنا هالزلمة، انه كنا فكرنا انه okay it's a fancy place، حيكون owner يمكن ما ياخد ويعطي. and you remember what a night. وجربنا انواع واين، عملت تخيل ما كان بيعفك 10 minutes انا بتعمل تيستينج على نيو وان، انا بدي اشتريه ما عارف اذا طيب، ما بنساهم واعطاك انه المنيو. سو هول كمان ذس از ا ليرنينجز، من ذاتس وير يو جيت يور ليرنينجز فروم بيبل ذات يو فيزيت، نوت اونلي تو ايت عندهم، نوت اونلي تو تيك ذير بيكتشرز، بوت تو ليرن فروم ذم. صح. هيك القصه تبع يلي بحب اعمله او اللي بخلي في كثير ناس تسال شو البوعيك اليوم الساعه 5 الصبح كل يوم كل يوم كل يوم. انا بصور كل يوم، انت بتعرف كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم all year long for the last 10 years. شو بوعيك 5 الصبح وبخليك تمشي؟ بقول لهم
قديش رح اتعلم، قديش رح اعلم، وقديش رح فرج الناس. اللي بعمله شوي مقسم على عدة محلات. واحد انه نودي داتا للعالم ونقول لهم تفرجوا، انبسطوا، تسلوا، عيشوا معي، سافروا معي. وكل واحد بيلقط شوي، بيتعلم شوي من اللي انا تعلمتهم. yes. يعني بتعلم تعلم بتعلم تعلم، انا ما بعرف شيء الا الناس. من ميل، من ميل تالي قديش انا فيني اتعلم العالم. بفوت على المطابخ بفكر ليش نقى هالخبزه، كيف فكر بهيدي الشغله، كيف اخذ هالكروسان، قد استعملها زبده، كيف نفخت من هون، كيف لفها، كم شخص اشتغل فيها، ليش عم تلمع هيك، كم لاير موجودين، and so on of a million things. هيدا شكله كتير قوي. سو هيدي 2 3. قديش بقدر تو سبوت هيروز؟ يعني اليوم يا ريت، يعني اللي عم لو عم صور انا اليوم مشوار، كنت اول شغله عملتها لقطت الكاميرا، هو عم بدق الباب، فتحت الباب، جود مورنينج، هو عم بيقول لي جود مورنينج، ان كان ويتر، ان كان بيشتغل السيرفيس، ان كان هو بس بجرب الصينيه او يلي هو، بعطي حقه، بصوره، بقول له ميرسي. رح يشوف حاله على يوتيوب لاول مره. هو القصص كثير مهمين. صار تكون زين مثلا على المطار، هي بتصير دائما معي، بكون اذا على المطار بدبي بيقطع حدا من الجاليه الفلبينيه، بيكون عم بالجوتي فري، اللي هي انت يوتيوبرز بتطلع، بقول له بس معناه ما بحكي انجليزي، بقول لي ما في مشكله، بس انا بقدر حق كل شيء، بفهم شو بتقول، دغري بتصور معه، بحطه على ستوريز عندي، بعطيه حقه. في عقده عندهم اياها الاشخاص اللي عندهم 100,000 فولوور وزياده، بزعل عليهم، واللي عم ان شاء الله حدا يسمع ويفهم شو عم بقول. الاكونت تبعكم هو يعني تو بوست بيبل، بتصير ما بيعمل تاج، ما بصور حدا، ما بدي اعمل دعايه لحدا، ما بدي ادعم حدا، انه لا انه ليش بدي اعمل لك دعايه على حسابي، لك ما بالعكس، او تفاولي، ما بالعكس، ما انت بتكبر فيهم، ما هو ما هو ما هو رح يقدرك قد الدنيا. هو ما هذا هو الكرم، هذا هو الكلام اللي حكينا عنه، هذا هو العطاء اللي حكينا عنه، هذا الشخص اللي انت رح تصور انت وياه، رح يروح يخبر اصحابه هيك هالزلمه شو حبوب، شو مهضوم، شو متواضع، يلي هو مش اوكي كمان. كثير بنسمع بالسوشيال ميديا انه ما بدي اعمل له دعايه او ما بدي احط له تاج، بس واي نوت؟ ما انت ذا بيكتشر يو جاست جوت از من ورا هذا المحل او اللوكيشن. انا اي ثينك امبارح كنا كمان عم نحكي بموضوع ثاني انا وياك، انه شيء بجر شيء بهالحياه، ماتشوريتي يعني ما هون بتلاقيها محل ثاني للاسف. ماتشوريتي يعني ما بتتعلم. شو يعني ماتشوريتي؟ يعني هلا بنقول ليه ماتشوريتي ما بتتعلم، يعني بتوصل انت لعند حدا بتقول له هذا الشيء ما بيفهم عليه، بعد سنتين ثلاثه اربعه نضوج، بعد سنتين ثلاثه اربعه بيوع عشان هون بيقول شو ضيعت حالي بهالدنيا. بس هات بتكون انت واعي، وهيدي بتمنى كل العالم تحس هذا الاحساس، هات انت بتكون واعي على شيء اسمه نضوج، بتصير تخطط لكل شغله بتصير معك تتفادى تندم منها بعد سنه. ما اذا فهمت علي؟ يعني اذا انت اليوم بتقول انا اليوم بدي اصور كل الناس وبدي اعمل دعايه لكل العالم وبدل الاكونت تبعي يكون جنون، وانا بايمن انه ربنا عطاني الشانس يكون عندي 300 الف فولوور مش لقلي تعطيهم للعالم، والعطاء شغله كثير مهمه، بكون عم بحضر حالي تما بعد 5 سنين صار بصير عمري 40، لبعد 10 سنين تبقى بصير عمري 40، بصير عمري 40 اطلع وراي اقول يا ريتني كنت اعطي اكثر انا صغير، يا ريتني فدت عالم اكثر انا صغير، يا ريتني ما كبيت سم انا صغير، يا ريتني ضحكت اكثر انا صغير. فاليوم the positivity thing is الضحك ببلش، وتحط بسط بقلب حدا ببلش، وتعدي الناس ببسط ببلش، وتدعم الناس ببلش، احسن ما توصل نهار وهذا الفيديو مرجع نحضره بعد 5 سنين ان شاء الله، وعالم يرجعوا يطلعوا ويقولوا يا ريتني كنت واعي هالمواضيع انا صغير، ليك هلا اتس تو ليت، ايام اللي كان فينا اعطي ما اعطيت. فهيدي الكريتيكس، هيدي الخبريه كامينج تو يور الحديث اللي عم تحكيه هلا كريتيكس، صح؟ كثير ناس بتقبل النقد، صح؟ كثير ناس بتسمعه بالاول بعد ما طفل بيقول يا بيقبله وبيجرب يتحسن. مش معناتها انه انت صح. هلا في ناس بتقول لك ليه بدي ارد عليه، مين قال اللي هو قاله صح؟ اوكي، فيك فيك ترد وتجرب، ويمكن يو كان بروف انه انت مش صح، مش مشكله، مزبوط. بس جرب، ما تضلك مركز. واوقات اللي بيحبك بيعطيك نصيحه لانه بيحبك، مزبوط. سو يلي ما بحب الكريتيك اليوم او اللي بيلاقيها فيري ديفنسيف، شو يعني شو بتعمل بالحاله بس حدا يزعل منك؟ انت بكره رحت عند حدا قال لك اعطيني راي، زعل، فلت وزعل، وات دو يو دو؟ Do you call them back again? Do you try to do you visit them again? جرب فسر له، بقول له انا ما حدا جاوبني اجى لعندك، وانا ما حدا ضربني على ايدي تساعدك، وانا ساعه سمحت لحالي اني احكيك لاني اعتبرت انه انا فيني افيدك بشيء واخدمك. اذا انت زعلت وانت ما تقبلت، رجع تذكر انه انا ماني ولا خيك ولا بيك ولا صاحبك، انا جيت اوت اوف ذا بلو، اعطيتك راي، خذ منه اللي بدك اياه، وما بدك تاخذ منه اللي بدك اياه، ميرسي اور فور، بفل.
ماتشوريتي باك تو ذس. نرجع على هيدا يلا. هاندلينج فود از فيري امبورتنت. ما فيك تمعس كروسان، ما فيك تلقطه ب 20000 اصبع، بتلقطه باصبعين، بتلقط سكينك على رواق، بتقطعهم تقطيع، بتقصهم ما بتمعوسهم، بتسمع صوته عم بيفتح عن بعضه، تتأكد انه غنجته كفايه. That's better than a massage. وبتفتح وبتصور وبتفرجي الاير بابلز، بتفرجي اللايرز تبع الكراسون، بتفرجي قديه في زبده بين وحده وحده، بتفرجي قديش قطع الهواء، قديش الحماوه فتحته مثل مظبوط، بتتاكد انه حطوا فيه زيحين من الشوكولا فوق بعض، انا حطيتهم حط بعضهم بس انه فوق بعضهم ما بيأثر. جولدن نايس. لا هاو ماني شيتس ار يوزوالي ان كراسون؟ 10 to 12. شو اللي بيخلي الكرواسون طيب اكثر من غيره؟ زبده. مش مارغرين. مارغرين ارخص. سو هو اساسا هي زبده يا مارغرين. سو مارغرين از تشيب، ا فيري تشيب باتر. اوكي اند بات اند ذاتس واي سينس لك اكل كرواسون ما تحرق واطر. وقت تاكل ا جود كرواسون ويكون مثلا لك غالي كثير اكيد في سبب تشوكليت، صح؟ بعتقد التشوكليت اوريجين بيكون الشيء الباتر شيتس تبع الكرواسون. وشو كمان بعد؟ هولي very good. صح؟ هولي very good. منبلش بالزبدة، منبلش ب قديش اخذ وقته ومريحه، منكفي بشوكولا اللي جوا يكون ما كتير سويت، يعني دارك مش سكر على حل. بعدين كيف بينترك قبل ما يوصل لعندك؟ يعني اذا نحط بكيس نايلون ومسكر النايلون رح يعلق، اذا نحط على الرف وقطع الهواء فيه، واذا انتبهت ما لزق ما مغط ما ترك افتر تيست، ما طلع بلاك تشرب مي من بعده. لا شطورين الشباب. جود. اه شطورين. مين ملوك الكرواسون بالعالم؟ هلا فرنسويا بتعدى عليهم، يعني مثل واحد عم بيقول له للثاني ملوك المانقوشه هن بالتليان. لا انه هن البيتزا رح نعيش يعني. Best croissant you've ever had in your life. Very challenging. ما مشكل باكل هذا الشيء انه كثير، يعني بدي ارجع ركز 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 ارجع اتذكر الاشياء. بس دفنتلي بفرنسا في خلينا خبرك عن اخر وحده عملت ماي فيفورت توب 20 توب 12 كرواسون بباريس. طلع على جيرين. كيف بشتغل؟ بوع الصبح بقول بدي استفيد من هذا النهار مثل اليوم. أوكي. بعرف انه عندي شغله الساعه 12. طب الساعه 12 شو بعمل؟ بطلب ترويقه، بصور، بخلص ربع مشي ثاني، بشرب قهوه، بتمشى. لازم اعبي الوقت. صح. مش لانه عندي مشكل ما يكون على وقت فاضي، بس حرام ما استفيد من وقتي واعمل كونتنت افرجوني على العالم. صعيت الصبح بعرف انه عندي ميتنج على الساعه 1. اوكي وعيت على الساعه 8. انا قلت من الوقت 8 للوقت في وقت. هاو اباوت اول ساعتين امشي طريق تقريبا شيء 3 كيلومتر، وعلى 3 كيلومتر شو بلاقي كرواسون على الطريق؟ بفوت بشتري واحد بدوقه بخبر عنه. يلي كان لازم تاخذ معي ساعة ended up taking until 2، وتأخرت على ميتنج تبع ساعة، وأخذت تقريبا 12 أو 15 كرواسون along the way، ومشيت كلها 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 بلا ما أقف ولا محل. عند at the end الخلاصة طلعت، إذا أنتم ماشيين على الطريق، إذا أنتم بتعرفوا هالمحلات الموجودين على جوجل وبالدسكريبشن كل واحد اللينك تبعه أنت تعرف وين بدك تروح، in my opinion هيدا أحسن واحد. Okay. And this is how it goes. يعني رحنا أنا ومرت على لندن على 4 أيام. طب شو بدك تعمل؟ تتعامل لندن بدك 3 سنين ما بتخلص. طب بدك تمشي انت ببلان. قررنا لكن let's do in our opinion according to what Google and Zomato and Time Out and everything says the top 40 eats street food. امنا يلا اليوم حياتي شو تشالنج 10 يلا قوم ماشي fish and chips donut croissant etc etc. سو طلعت الخلاصة بأخذ بفيديو بي the top 40 eats. هلا سفرنا على بلجيكا جمعة الماضي كمان. طب شو بدي اعمل جمعة؟ إذا بالنسبة اللي تعال تقفي رح زعله وما رح رح لعنده. أنا وعلى الطريق في ضايعة ما رح أقطع عليه ولا وقطعت قدامنا وحكيت ناس وقتك فوت بي. أوكي I have a plan I need to do it. التشالنج كان 3 بلدان بجمعة دون، غير 4 أوتيلات أنا بدي أعمل 4 مدن دون، مدينة حد كل مدينة دون، بدل 4 عملت 8 دون، فتش على ستريت فود على كريسمس ماركت محل ما في دون طلع نصهم مسكرين، وثلاثة لقي 1 or 2 restaurants. يعني هالمرة ما كانت عجقة أكل بكل محل يلي انا اطلع منهم مبسوط وخلاصتهم حلوه، ونطلع بفيديو بالاخر ب if you want to spend a week follow our steps this is what we do, this is what can be done. So هيدي الخطه. اوكي كنا كوسا كنا ترويقه بدنا نحكي عن
ربيع مش نين كل فعم جرب استبق الأسئلة اللي قال لي بده يسألني إياها. لا بالعكس كنا عم نحكي عن موضوع إنه ليه ما بتنصح؟ ليش ما بنصح؟ صح دائما هذا السؤال اللي وين ما بنروح أنتوني بشارة أقول لك كيف عم تفتكر قد ما بتنصح. السؤال كتير واضح جوابه مش واضح مش واضح بس رح أوضحه ونقوله هيك once and for all. جوا اليوم تا واحد ما ينصح هو it's a way of life. اوكي واحد اول شغله بده يحط قناعات وقرارات عنده بحياته يقدر يمشي فيها ان كان بنصح ان كان بشيء ثاني. وانا لي نصيحه انا اليوم بامن بالستراكشر بالحياه. يعني في عندنا واحد من اصحابنا مثلا بيدخن السياره دائما بقول له يا صديقي حط خطه بحياتك. اي ساعه بوعى اي ساعه بنام ممنوع دخن بالسياره ممنوع دخن بالبيت حط قوانين لحالك ولحياتك. صح. بتعيش احسن بتعيش مبسوط اكثر بس ساعات كل شيء من سمح لك بتعيش غلط. يعني برجع بقولها بالادوكيشن بالتعليم تبع الاولاد الولد عايز يسمع لا البي اللي مفكر حاله انه انا بقول ايه لاولادي بكل شيء انت عم تغلطهم عم تغلط لانه الولد بالسبكونشنس بالدماغ بكيف ربنا خلقنا الولد بيعوز يسمع لا وانت كانسان عايز تقول لحالك لا تتنبسط بالايه وتقدر تشتغل مظبوط معقده بلشت تكون معقده بعرف بس نرجع على هذا الاساس. فاليوم انت اليوم ساعه ما بتنصح هي وحده من القصص بتحطهم ستراكشر بحياتك. يعني تنبلش 1 يلي بدي اياه ما باكله ما في ايه بس يعني بدي اياه التوم بس بحبه ما في بس بحبه انا اللي بدي اياه ما باكله. يعني بتشيل الاشياء اللي هن سم على جسمك ما بتنصح. يعني انا بعرف حالي اذا اكلت شو عرفني حر بدي اياه واذا اكلت توم بدي اياه واذا اكلت بصل بالتاكل هو اللي منشالين كومبليتلي ما بيقطعوا قطع الطريق. واذا حدا بيطعميني كبه يعني بصل مطبوخ او اذا حدا بيطعميني شيء بعرف شكشوكه امبارح فيها بصل شوي مطبوخ بعرف انه رح اتضايق. وامبارح كان نهار صعب مع انه ما حدا حس علي بس كان صعب لانه بعرف انه بلش غلط. اوكي سو بعرف 1 تو ولا ايفر ولا مره وحتى لو بدي موت من الجوع. وامبارح ثقبت كنت ناطرك واضطريت ما نقعد سوا ما تعشيت لانه ما عندي شيء طيب اكله او ما في شيء حوالي مش لانه صار الوقت لازم اكل لا ما باكل شيء مش طيب ابدا ما باكل شيء مش طيب ابدا. يعني اذا مش طيب مش طيب خلص ما في نار. اذا مش طيب مش معقول كاتشي وارفوار وياما وانت حاضر بنكون قاعدين على طاوله سفره طويله عريضه بيجي حد يلا تفضلوا باكل لانه برو كل you don't أبداً. Fill that space for another. خلاص done deal. So الأكل اللي بتاكله بسم بتاكله بقرفان زعلان ممغوص معصب هذا بيقعد كالوريز بيقعد نصح. لك ما بتاكل شيء مش طيب. أربعة بتعرف توقف. يعني يحول كرسنا كنا كاتشي. هلا بتقول لا حرام بتكب لا حرام كم وبعده. أكلت كاتشي انبسطت فيها خلصت مش ضروري كف ليش بدي إذا حالي ليه بدي فل من هون وهو مش قادر أتحرك. تعرف توقف. والشغلة الأخيرة والأهم اللي بده يصدق والأهم نحن وعم ناكل ناكل ببسط. يعني oh my god لما نكتر عبالي هيك مثل يا شو هالكرواسان حلو دي هيدا بدأ صوره اوكي دايما التليفون فالكرواسان الحلو كتير مع لبنة in the background والزعترات الغير شكل وبده فيديو من بعد هو لأن الصورة بالورا بتطلع هون كمان let's be لو حدا عم بيتفرج شو هو ده لات كرواسون زعتر ولبنة كرواسون أساساً حاسه please صور حاسه قرشته حلوة حاسه لذيذ حاسه رح يبسطني وبيأخذ الكرواسون مثل ما هو مع اللبنة والزيتات. oh my goodness ليك جوا air bubbles خفيف لذيذ قرشة من برا واللبنة حامضة. oh my god that's rule number 5. rule number 5 هي تنبسط من قلبك تعطيها من جوا enjoy it مثل كأنه ربحت مليون دولار. this I'm not sharing sorry. you know what's interesting ابدا بس you know what's interesting لا بس you know what's interesting now انه هلا the video كلنا بنعرف it's a one roll so ما في تقطيش. you just did a real Anthony moment so as is so you enjoyed it صورت حكيتهم ما كنت مدبرهم كتبهم على ورقه قبل ما تبلش لازم اقول للزعتر بيقلوا so and this is what makes it so real when you watch يعني نعم يا انتوني ايش معقول
نرجع لخبرية اللي كنا عم نقول انه هلا بيقول ما بدي هالقد لبن وزعتر. انا جاوبت جواب كتير حلو قبل شوي. Enjoy what you eating no matter what it is. بتلاقيها قد الدنيا. هي مش موضوع شو بتدفع وقديه بتاكل وشو هو اللي عم تاكل. هو قديه انت مبسوط باللي عم تاكله. شو ما كانت تكون. فيها تكون زعتر كويس. مزعت طيبة طيبة يعني شو مضحك عبارة. Exactly. بتروح معه القميص. What you do on بمنقوشة زعتر. تعمل نفس الاكسبيرينس على شيء يمكن حقه مليار بعد مش على قيمته. صح. قد ايه انت مبسوط باللي عم تاكلهم؟ قد ايه انت مبسوط بعقلك؟ انا بلشت النهار بدي اتروق ترويقه حلوه وعندي نهار طويل. طلع خمس اشياء. مزبوط. سادس. يلا. ما تلقم الشيء ما له معنى. ما بتذكر انا بحياتي اني بسافر معي بشنطه شوكولا. بلا طعم، يعني هول تبع تبع الدكان. ما بتذكر انه اذا قاعد انا على قاعده بلقمش. ما بتذكر اني استحليت كيس تشيبس وفت على المطبخ. ما بتذكر انه هولي فتت على محل بتجمع بونبون كانديز وبتخذهم. ما بتذكر اني حاطط سوسات بتمي. ما بتذكر اني حاطط علكه بابل جام بتمي. ما بتذكرهم بحياتي. واي نوت؟ لا هون النصح، هون ببلش تخبيص، هون ببلش بي they're not good for your body. They do not add value to your life. حشي مثل كانك عم تحطهم حشي. And then what؟ كرمال مين؟ كرمال شو؟ So take the moment to enjoy. يعني أنا اليوم بستحلي هيدا بنبسط فيه. قاطع قدام محل ماركوليني خد لك شقفة شوكولات دشة. قاطع قدام يامانوت خد لك كاتشة تشيز كيك whatever. بس هيدا التخبيص طبعا اللي قاعدين يفجعنا يلا جيب لك 2 تويكس. لا ليش؟ It's not even an enjoyment moment unless عم باخد شوكولا مع قهوة تاع بكرة وعند عادة أنا أخد شوكولا وأفتح وأنبسط فيه وأمغط هيك التويكس وأكسره وأسمع صوته وتذكر وأقرر إذا بدي أكل الشمال قبل اليمين أو اليمين قبل الشمال. It's a whole story. لا ما بدي هالقد شوكولا. لا لا It's a whole story. It's a whole moment of happiness and enjoyment. Definitely I agree with you because many people that do. أنا من ورا هالشي صرت عارف إنه النهار اللي بكون قطع نهار طويل وما أكلت صرت أطلع بالساعة بعدني بلا أكل ولا مرة أنجو ماي فود. لا انا بصير عم باكل بس لانه لازم اكل بعقلي وبحس حالي كل وقت بطخون. النهار اللي بكون عارف انه رايح بدي اكل يمكن the junkiest sandwich ever but I'm so happy having it I really go back home. من كل مرات سوا مثلا بدبي مول 11 الظهر وبنشوف قارمة حمراء بنقرر نقول دبل تشيز برجر على 11 لانه عم مبسوطين عملناه. بعدين بيروح الوقت يمكن 3 نشوف شيء ثاني كثير طيب ويمكن تروح للساعه 9 بالليل نشوف شيء طيب. فرح اخذك من هون على السؤال الثاني تبع اللي معقول انت بتحلق التصوير هاي تصورها بنهار واحد وبتاكل هالقد. ايه اتس ستيت اوف مايند. يعني انا وبالبيت ما فيني اكل هالقد. انا واليوم معك عنا شغل ما فيني اكل هالقد. بس انا صرت طالع على حلقه صور بعرف حالي طالع اكل هالقد. بعرف حالي طالع اكل 10 مرات ولازم ضلني جوعان على 10 مرات واعطي حقهم على 10 مرات وضلني مبسوط ومحمس بالعشر مرات. كل واحد من اصحاب المطاعم يشوفني شايف هيك لعنده محمس اكل اكلاته. سو هيدي الشغله اخذت معي تريننج كتير 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 فتره طويله صار 10 سنين بعمله. كتير مهم ان يكون انا بوضع بعرف كيف لازم انبسط حب لانه بالاخر هذا الزلمه عم يستقبلنا عاطي من وقته عاطي من مصرياته عاطي من اكلاته. بدي فرجيه انه انا 100% جاي لعنده مش جاي شبعان لعنده. صح. فبحضر حالي اني اكل مزبوط. اعرف وين بدي اوقف اكل اشياء طيبه اتفادى الاشياء مش طيبه البلا طعمه. ذوق الاشياء واشياء وبلا بصل وبلا توم. هيدي شغله مهمه. فبهيدي الشغله بتخليني اكون ان ستيت اوف مايند. اليوم كان الريكورد تبعي 35 وقفه بالنهار وصلت اخر النهار ميت في لبنان. مزبوط. صايده 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 ميت كانت بس من احلى الحلقات. كان شوف فيديو قلت لك انت ام نوت دوينج ات. من احلى الحلقات عن جد. قضينا النهار بعقد. كمان ثينجز يو سي بمشاويرك بتذكرهم دائما بنفوت كنا وياك والتيم كلنا فايتين عم ماسكين الكاميرات او التليفونات او كذا فايتين يلا وصلنا على مطعم بهالضيعه كل اكل بعقد. بلش تاكل مبسوط بس شو طلع فيك بقول لك شو بك طلع فيه بقول لك شو بك بتقول لي شيء زعجني. ده هول كلمات تستعملهم زعجني ما حسيتها من وقت ما فتت في شيء هيك ما كان انبسطني. شو اني هولي why is it you connect كتير feelings و emotions مع المطعم. يعني حتى ممكن يكون اقوى مطعم بالعالم واقوى اكل بالعالم بس يمكن الشخص اللي استقبلك على الباب بلش نيجاتيف معك بحطمك all the way كتير بتتأثر. وكنا عم بقول لك ميرر كان عندي ميتنج دايما بتذكرك بالميتنج تعلمتهم منك انه مع اي شيء بنعمله اكيد ما هي المشكلة الا حلول بس ما نبلش بمشكله انه عندنا مشكله ايه اوكي ما بنحلها وبندبرس وبنزعل
this is what happens with you. بس tips of how يعني where does it start, وانت هي مش لألك, ولأنك إذا صح المحل كان معك يكون مع الكل, قديه بيأثر أول شيء the owner of restaurants or hotels or whatever, قديه بيلعبوا دور, قديه برأيك الانرجي تبعه reflects on the employees, قديه برأيك شو هن أهم ثلاث أشياء بمطعم أو بأوتيل هن اللي بيخلوا هال يعني enterprise or company ناجحة. ساعت بعد بسافوت على محل, كل محل بشوفه كل شخص بلتقى فيه كتير I connect emotionally لدرجة بحس أن هذا محل إلي, وبصير بعطي من قلبي بين من كأني شيء أنا شريك بالمحل. كتير ناس بتفكر إن أنا شريك مع توني أبو شادي أو مع كريكور أو معكم أو معي, اللي هو لأني بعطي من قلبي, أنا بحس هذا محل إلي, وبصير بدي أعطي من وقتي ومن قلبي لإله. فبيجي بقلب المحل شيء سخيف شيء ما له معنى. يعني مثلا بتفوت على محل ست بيت عم تطبخ والمطبخ شيء كتير طيب كتير مهم, وفجأة أنت قاعد على الطاولة بتجي بالسيجارة تقعد حدك وبتنفخ بوجهك, خلص راحت كلها سوا. بتكون انت هو جميع عائلة عم تشتغل لدرجة مش معقول, بس حاطين واحد اجنبي على كعب البناية تاخد السيارات, لقت سيجارة بايده بفوت بالسيجارة على السيارة, عم بقول سيجارة اجانك, بس انا عم بعطي اكزامبل, او مش محمم او مش حالق او مقفط او قاعد على التليفون. عنا ماركت, خبرك هيك ستوري منها. عنا ماركت اللي هو بلبنان, اول ما وصلت جايبين شخصين مش ما رح نسميهم فالي, هن ببلاش بس تقول للعالم وين تاخذ سيارتك, واذا في ست ختيار ياخذوا عنا السياره, واذا بالتنظيم يعني. واذا اول هذا الزلمه جاي يلبس لك الست بيض قميص جينز ستريتش عالي عوينات شمس, لقى التليفون عم بيصرخ على التليفون, لقى السيجاره, واول سياره بتوصل هو لقى السيجاره بيفتح له الباب. هذا الصوره تبعي, هذا الصوره تبع المعرض, هذا الصوره الاساسيه. صرحت لعنده قلت له صديقي عندنا اصحاب, تليفون ما فيه, سيجاره ورا الشجره, احترام ورواق, شل عوينتك لانه بتخلق حيط بينك وبين اللي قدامك, خلي الضحك الوجه على الحلو على وجهك, اذا عندك مشاكل بليز روح حلهم وما ترجع لي وما تعطل هم, واذا ما حابب تشتغل بيشتغل مزبوط, لان انت الوجه, انت بتفرجي عن هيدا الشيء كله سوا, يعني انت بمسؤوليتك برقبتك 200 شخص. ما فهمت. فالزعل اللي بزعله هو على الاشخاص اللي اوكي الحياة كتير حلوة بس صعبة, حلوة بس صعبة, فيها اخلاق, فيها حريتك بتوقف, هيدي الشغلة بتحل كل مشكلة اذا كل العالم بتفهمها. حريتك بتوقف عشان تبلش حرية الاخرين, حريتك بتوقف, ما فيك تقعد بالطيارة وتعلي صوتك وتحكي على التليفون, ما فيك تقعد تدخن وناس حول حدك, ما فيك تصرخ على اصحابك وتفرج ان انت بطل العالم ساعة الناس تكون قاعدة حدك, ما فيك تدفش توصل على محل ان انت كتير قوي وتكون في صف واقف, ما فيك تعتبر انت بتعرف ابن مين او الضابط ما بعرف مين, حريتك بتوقف صار بتبلش حرية الاخرين. فهو القصص نرجع على ذات الموضوع تبع اللي شو اللي بعصبني بالريستوران. سو بوصل الاكل طيب, الصحن مزبوط, الشوكه مزبوطه, كل شيء منيح, الست اللي جوا عم تشتغل من قلبها, الشيف عم بيعمل شغل عظيم, بس اجى الويتر وكب معلقه بنص الصحن ونزع الديكور وبطل تتصور. تخيل لك هذا حلو على الصوره, وتخيل هاي قد ايه بتصير بش على الصوره, قد ايه بتقول للناس ما تحطوا لي معلقه بالصحن بس تجي, وبتحكي الويتر بتقول له بليز ما تحط لي معلقه بالصحن لانه حلو كتير والشيف شاغل عليه تيظبطه. صح. والناس كيف تاكل يا حبيبي, ما لنا قصه الناس كيف تاكل, رح تاكل الناس. هي قصه بدي صورهم لانه الناس بتعمل لك ماركتينج, الناس بتعمل لك جاي. بعرف خبرك قصه مهضومه, ساعه بلشت ما كنت نيوتيوب, كنت بعدنا على 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 البلوج نوغاليك اونز بروبلي اراوند 2015 أو 14 كبرنا يا ربيع. فوت على مطعم مثل العادة, أنا بصور من الويتر من الفالي للويتر للحمام كل شيء فول إكسبرينس فول عندي مئات ألف صور. يعني هلا عندنا تقريبا شهر شيء 110 تيرا بايت أوف داتا هول التاريخ هول من 2012 لليوم, كيف القصص تطورت, كيف المنيات غليت, كيف المطاعم سكرت وفتحت, كيف كل شيء. سواء وفيت أنا بصور بيجي لعندي صاحب المطعم بيقول لي ممنوع تصور. ايه بتذكر سمى اللي بدني ما في مشكل خلصت هلا مكفى صحن قدامي باخذ التليفون تصور. بيجي الويتر وراي بينكزني, ها قال لك ممنوع تصور. قلت له ما بفهم شو عم بيصير. قال ممنوع تصور. واقف حد مثل بودي جارد. خلصت الموضوع وبعدين رجع بخبر. بوقتها كانت اذا صورت منيو بيعتقد العالم, واذا صورت الاكل انت سرقت له اياهم.
بوقتها كان ممنوع تصور صحن لانه غيرك بينقله، ممنوع تصور منيو لانه غيرك بينقله، وين ما كانوا يعرفوا هول العالم الاغبياء انه بعد بسنه صار كل منيوتك على الانترنت وصار كل صحونك على الانترنت وصرت انت عايز الناس تعمل لك دعايه. صح. سو هاي الكلتشر، الفرق بين من ما تجي تصور ممنوع سرقت لنا، لا عم بتصور اخذت اذن استاذ، لا بليز صور عايزك لانه بتعمل لي دعايه، كانت كثير سريعه. سو الويترز ما عم نعمل لهم تريننج، المدارس ما علمتها، الجامعات ما علمتها، اصحاب المطاعم يلي قديمه ما تعلمها. فنحن اليوم دعوه للكل واجان اند اجان، وعم جرب اشتغل فيه عليها كثير 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 كثير، انه يا جماعه في فرق كثير صغير بين من وقت اللي الزبون بده ياكل عراس الزبون، بس الزبون عايزه ياخذ لي صور قبل ما ياكل. فبتبلش بشيء كثير قليل بيوصل، شو ان شاء الله كل شيء على ذوقكم، شو شيء صوره على انستغرام غير شكل بمسحه، عملت دعايتك، ناس حكيت فيك، جاب لهم صحون. شغله ثانيه فيها تكون صحن صغير فيه كل الصحون على جنب، فيه كل معيله على جنب، فيه كل الشوك على جنب على جنب، مثل ما في هاي. صح. اها هاي دائما بعطيها المثل، مثل ما فيها تخيل وحده ثانيه فيها صور شوك وسكاكين. على هالاساس الزبون بيعمل لك دعايه وانت عايزه 100%، بعدين بترجع بتكفي. This is a nice tip. امبارح الشغله كمان انت قلت انه انا وين برمت الضياء سلطت الضوء على المطاعم وهالمحلات، مش بس مطاعم، غير من المطاعم، انت اكثر من مطاعم اصلا، انت المخابز، انت السوبر ماركتس، انت اللي بيعمل شيء ببيته، المونه كذا. سو بيسكلي انت، لانه يمكن في ناس مثل ما قلنا بعده ما عم بيستعملوا سوشيال ميديا، يمكن مش امكانياتهم ولا اخره، يمكن مش تليفون اجدد تليفون ولا اخره. سو انت ذاتس وات يو دوينج، انت عم بتوصل شيء هن عندهم اياه على البلاتفورم تبع 21st century. في شخص بحبه كثير اسمه كريكور، كل الناس بتعرفه بعقل. كريكور دق لي امبارح سقبت مرتين بالنهار انا ومعك، ما رديت عليه، ما انتبه، نسيت، قلت خلص دق له نهار الجمعه ترجع على لبنان، 10 بالليل بدق التليفون، قلت اكيد بشي، دقيت له معلم كريكور بكشي، قال لي لا انت بكشي، دقيت لك 3 مرات اليوم. الزلمه اللي عمره 80 بلس قاعد ببسكنتا، بنخلق علاقه صداقه، نخلق يعني بيصير في محبه، انا بحبه مثل كانه باي، هو بحبني مثل كانه ابن، وبنصير كثير قرب. وتردت على انت عم تقول هذا الشخص، في بلاتفورم على فيسبوك اسمها تيست، بعتقد تيست اند تيست وات ايفر، بحبوا الفيديو تبعه، سو بيطلبوا مني يعني انه فينا نستعمل الفيديو اللي انت صورته عنده ونحطه عنا. تيستي صح؟ يمكن. اوكي. بتعرف امبارح كم فيو صار جايب كريكور؟ 55 مليون، 55 مليون. سو انا بعتبر انه بكل يعني كثير مبسوط من قلبي انه انا الصوت السوشيال ميديا تبعه، لانه هو ما عنده سوشيال ميديا. ابو شادي صورت صحن فول مش من زمان حطيته على التيك توك عندي، 23 مليون صارت وان فيديو وان مينت، ماشي بس عم بيعمل تيك توك، كلهم بيستاهلوا، كلهم بيستاهلوا، كلهم فيهم خير وبركه عن جد. فهون نرجع على الموضوع تبع اشتغل صح، اعمل شغلتك صح، اشتغل من قلبك وبتجي الدنيا بتعطيك. وبالعكس في ناس تانيين بكون عم يشتغل غلط، صحون بلاستيك، صوره بتقرف، عامل انستغرام اكاونت مش عامل فولو ولا حدا، ما بحط ولا هاشتاج، بحط صوره وحده، شاب عم بحكي، كل واحد بمحله، هو مش عم يطلب منه انستغرام اكاونت، بدي اقول لك شغل ما فيه تعا ساعدني، لا دقيقه، الفرنسي بيقول المثل اتوا لو سيال تادرا، ساعد حالك تدني تساعدك، ما بالعربي اذا شيء واحد. فعمول انت وجبتك واشتغل مزبوط، خذ صور مزبوطين، ما بتعرف من علمك، مش مشكلة رح الناس تجاو انه ما بيعرف من علمه، ما في مشكلة، سأل قالوا كل يوم 100 واحد بدي قالوا أنطوني في ساعة تعلمنا كيف، ما في مشكلة، في واحدة تانية ساعة ونص على يوتيوب سوشيال ميديا 101 هاو تو دو ات، في اللي بده فيه حط على جوجل اتعلم كيف اضع صورة على انستغرام. اصلا بالعربي الجملة هلا تذكرتها، اسعى يا عبدة اسعى معك، so you need to start somewhere and everywhere the world will help you. صح. وهيدا اهم شيء انه خذ انيشيتيف، دائما بتقول انت بفيديوهاتك يلي هي اوقات بتكون مش قويه، بتقول انه دائما بتعيدها بلبنان، دائما بتقولها بهذا، ما بقى النق، قوموا اعملوا شيء، اي شيء، شيء صغير على شغله صغيره، على شغله صغيره بنعمل اشياء كبيره. وهذا الشيء من امثال كثير انت عملتها، من بيروت نايت لايف، من جي او، بلشت لحالك شغله على شغله شغله، بس قول لحالك مش قصدي كشخص، قصدي بلشت من محلات ما كنت بدك من مقابل، من ضيع ما اخذت منه مقابل، من كلهم، ولكن اليوم ونسبنا هي جملة كتير هينة، كتير هينة بتسمع كتير كل حتى سوي الأكل يعني. صح. اليوم أنت كان اليوم سألتني نحن عم نركب الماركت أفضل الجرس روح سوربة روح صدطة. ففي في 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 إشياء كتير كتير واضحة، كتير
كتير غريبة واحد لازم ينتبه لها أو يتعلم عليها. طب اليوم الناس بتجي بتقول بكرة تيزبط البلد برجع، بكرة تيتحسنوا الأوضاع برجع، بكرة تتحلوا مشاكلكم بشوف شو بعمل، بكرة تتنطفوا السياسية بساعدكم، بكرة تيصير في قانون تصدير بصدر. طب أنت شو عملت كلمة صح صح هذا الشيء؟ جبران خليل جبران ومن بعده رئيس أمريكاني أخذت الجملة ترى بالآخر هو يلا انه اسال حالك شو عملت للبلد، مش ما تسال حالك شو عملت لبلدك. فشغله كتير كتير هينه، انت اسال حالك شو عملت لبيتك، اسال حالك شو عملت لولدك. اليوم يطلعوا اولاد منزوعين، بس اسال حالك انت كيف ربيتهم. صح. فهل نظريه تبع كمان في كومنتس، انا بطلع كتير على كومنتس الحلوين، في كومنت لي بكره وصلني مساج على 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 اي مسج حط لي دمعه بعين الناس المحبين، حبتني حسيتي حسيتهم مثل انجلز لإلي، هن بيدعموني، ما بدي اسمي اساميهم لانه ما بدهم هن اكيد، بس عندي شخص بحبني كتير بامريكا، اشخاص وشخص تاني بحبني، واشخاص باستراليا، وعندي اشخاص بحبني بكندا وغير مكان. هو العالم ما بعرفهم، ما تعرفنا على بعضنا. صح. حكينا مع بعضنا، هن بيشوفوني انا ما بشوفهم، بيبعثوا لي مساج من بعد كل فيديو بحطه، وهيك في كونكشن بشكل مش معقول. تونك عم بطلع على الاساس بوزيتيف دايما، بس كمان الاشياء النيجاتيف اللي هول اللي انا بدي اعلمهم، هول العالم بدي اقول لهم ويك اب. صار تحط فيديو وحدا تاني بيقول ليك 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 شو عم بيحكي، شو بدنا نعمل ببلد شو ما بنعمل شيء. كل انسان في يعمل شيء، اذا انت ما كبيت من الشباك انت عم تعمل. ثانك يو. اذا انت ببيتك حطيت البلاستيك على جنب والباقي على جنب انت عملت. صح. اذا انت طفيت الضوء قبل ما تظهر من الاوضه انت عملت. التغيير شيء كتير هين، كتير كتير هين. القرار عندي كان انه انا بدي اعمل شيء لبلدي بهالفيديو اللي عم بعملهم، بهالضيع اللي عم بعملهم، بهال 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 يعني بهال كون انا وزاره السياحه مش موجوده مثل ما هي من الاخر. وانت اتس نوت ان ايزي ميشن، صعبه أكيد. انت بتسوق كل واحد فيها ساعات وبتستعمل وقتك وتعبك وتبعد عن عائلتك فور ذس ميشن. سو هي منا هين للكل اللي عم بيقول انه هي سهله، لا منا سهله، وبدأ طاقة وبدأ وقت. حتى نحنا كنا نطلع بالسيارة، تذكر سبحانه إنه تقولي شو بيك تعبان؟ لا بس متأخرت. It's okay، رايحين عنا ميشن اليوم، بدنا نوقف على إجرين لأنه العالم طالعين على ضيعتهم، مأمنين فينا نساعدهم. سو بدنا نكون كلنا جاهزين، بس يخلص النهار بقى نروح بنبكي بالتخت وبنزعل مشكل. سو دايما كنت لي يا ربيع هلا جايز انت ليه ما نمت، انت ليه ما قوم حط موسيقى الساعة 6، هلا بقى نرقص، هلا بقى نكون منقوش ونوقف على الطريق. كم مرة وقفنا تحت الشتا وبالثلج كنا نسأل حالنا انه why are we doing this and then you look at us and say there is something out there that is worth it all. سألتني اليوم مش عن السوق، اوكي، ففي جارتنا بالدي 3 عم تقول لي اسمع ان في ناس زعلانه منك. تالي قالت لي انه اخذ انت المبلغ اللي اخده من ستاندات خفيف. قلت لها اوكي. قالت لي بس كيف عم مصاري؟ قلت لها تالت شخص بيسالني. قلت لها when we I used to be with Anthony بسوق الاكل كان دائما اقول له انه how does it work. عم قال لي الموضوع مش قد ايه بتاخذ، هالاشخاص اللي بالسوق بلشوا اليوم ليك وين صاروا. في كثير اشخاص صار عندهم مطاعم، صار عندهم شركات، they franchise. سو اليوم بلشنا من شيء وصلنا بشيء. قلت لي what do you want؟ قلت لهم امبارح على الجروب تبع كل الماركت الستاندز قلت لهم take it as a marketing platform. It's not اليوم ما رح نعمل ملايين وعمر قصر ورا هالسوق، هلا ثلاث ايام اثنين ونص. سي الهدف انه عم نعطيكم بلاتفورم تعملوا ماركتينج، تجيبوا اجر على منطقه نحن موجودين فيها ونشجع هذا الشيء ونعطي اكسبيرينس. اتس نوت اولويز اباوت ذا ماني. الخير بيجي بمحل ثاني بعدين، هذا دائما الخير بيجي بمحل ثاني. يعني بتزرع اليوم تحصد بعدين، ما فيك تزرع تحصد بذات النهار. هيدا العالم كيف صار باستعجال انه هلا 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 هلا. حبيبي روق، زرع اليوم، عمر اصحاب، عمر ماركتينج، جمع ناس حواليك، جيب ناس على محلك، بفرج العالم انت مين، وحدا رح يشوفك شي نهار. صح. وهول الاشخاص عم تحكي عنهم اللي كنا بسوق الاكل كان بوقتها فيش 75 ستاند، في شي 15 منهم انفتح محل، انصار برات لبنان، انظهر منهم، بعدنا كتير اصحاب صرنا مثل اخوه، منهم دنيا اخذتهم محل تاني، منهم بلشوا بي 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 بيعمل بوزه واحده صغيره، اليوم صاروا بكل بلدان العربيه. انا هذا النجاح عندي، ماني شريك معهم، صحتين على ما بدي اكون شريك معهم، بس هذا النجاح تبعي يلي علمني وتعلمت منه، يلي من وراه رح اقدر اكون كونسلتنت لشغل تاني، لمحل تاني، لشي تاني، لاوبورتونيتي تاني. مزبوط. بيقولوا الدنيا بتحقق شجره الزيتون سنه بتاخذ منها الزيت وسنه لا، اجمالا هيك. سو كمان تعال فكر فيها، ليه بدك تقضي سنتين تهتم بشجره تعطيك 1 ايتم بسنتين؟ وكمان نفس المثل انه ما بتزرع اليوم تتحصد اليوم، بتزرع على سنتين تطلع تنكي. واليوم بكل الوضع مثلا قاطع في لبنان بكل جنونه، بعض الناس اليوم هذيك اللي اشترت تنكي زيت بحيطها مش معقول انه بعد سعره منطق يعني according to the exchange rate،
بعض الناس عم تعمل زيت زيتون وعم يترس نتائج. على هون على هون بقول الدنيا تطورت صح من زمان وبعده زمان اليوم بتضيع. كنت اعمل زيت زيتون سنه ايه سنه لا سنه ايه سنه لا، بس ولا واحد سال بكل هالمئات السنين ليش. سو اليوم it is time to think out of the box بتطور الدنيا وسرعه الدنيا ان كنا بلبنان او برات لبنان. Why and can we find solutions؟ يعني عم بحكي example اللي يعني انت سالته هي الزيتونه، بس كل واحد ياخذه على حياته وياخذه على الدنيا. هل كنا نخبطها للشجره تنزل منها الزيتونات وبعد في ناس بتعملها؟ يس، بتنتقم منها الشجره وبتتعب وبتزعل وبتتكسر تنتج ما بتعطيك. هيدا ما سالنا السؤال، هل الشجره لازم تنسقى او لا؟ لا، الزيتونه بعليه بلا لازم تنسقى، وكيف وليش وبالنقطه او لا؟ ما حدا كان يسال حاله هذا السؤال. هل الشجره بدها تشحيل ايه او لا؟ هل الشجره بدها نكش ايه او لا؟ شو بينزرع تحتها ايه او لا؟ شو بينزرع حواليها تتبعد عنا الامراض ايه او لا؟ سو lots of questions بتضيع واقفين كنا عليهم وبعدهم بمحلات. ليش؟ لانه الزيتونه هي خلقه ربنا قديمه ايام المسيح وقبل، محطوطه بال بال بالطبيعه بتعطينا ونحن ما بنرد لها شيء، عندنا بتعطينا سنه ايه سنه لا، بس لا فيها تعطيك كل سنه. وزيت الشيء سنوبر، اليوم سنوبر لاخر 100 سنه، هي سنوبر يا جماعه بتعيش 100 سنه. سو نحن زرعنا سنوبرات لبنان صار له 100 سنه 75 بلس، وصار له 100 سنه بيعطونا وكتير، وسنوبرات لبنان من اهم السنوبرات بالعالم. صح. ولا حدا ولا نهار سال طب انا شو بدي بدله. واذ اخر سنتين سنوبره قلت لنا انف جيم اوفر جيم اوفر، فامنا حطيناها على الحال وحطيناها على الدولار وحطيناها على الدنيا كلها سوا، بس السنوبره تعبت على الاساس. عم نرجع نعيد حساباتنا وعيد حساب كل واحد لازم يرجع يعيد حساباته. هل لازم ازرع سنوبر جديد؟ هل لازم اسقيها؟ هل لازم شحلها احسن؟ هل لازم غنجها اكثر؟ هل لازم نضف تحتها اكثر؟ هل لازم ازرعها بجنينتي مش بس بالحرش؟ هل لازم اذا عندي 10000 متر ارض ازرع سنوبر جديد مش ازرع تفاح وخضره وبندوره اتسترا؟ اندري اسك كويشن ا مليون اذر ثينجز. سو هول القصص يلي هن واحد بيوصل محبه اوبس ما فكرت فيهم كل حياتي. تيك ا ستيب باك اند ري اسك يور سيلف انت ام اي دوينج ات رايت؟ كان اي تشينج؟ هاو كان اي امبروف؟ and so on. فحبيت بهذا هذا الاكزامبل تمام. انا بفكر بس انه جريت شفت هول اشياء يعني هيك قاعده. اكيد انت قاعد with a lot of people speaking about this وتعلمنا، وهلا هيك ببلدنا مثلا اليوم هذا الشيء بيبنوا بلبنان. ما فكرنا انه بعد 100 سنه السوبر حتروح. طب عوضناها بالسوبر. طب صرنا 100 سنه كانوا اعطينا بعض يلا صرنا 15 سنه طالما هلا الموضه اخر 15 سنه يلي بجمع مصاري بلبنان وكثار ويلي عمل مصاري بلبنان وكتار، وكان لبنان طاير صح كان يصرفهم على بيت اكبر سفرتين ثلاثه بالسنه سياره اجدد، ولا واحد منا 99.99% منا تما نجمع الكل فكر بولا محل يحط سولار بانلز على السقف. سولار بانلز يعني يعمل كهربته هو. ليش؟ لانه الطبيعه كماليه عنا، لانه بنزيناتنا رخاص، لانه الدوله عم تعطينا ماشي ب 100000 ليره بتشغل كهربتك اخر الشهر، لانه الموتور مش على العداد وعلى اللفه واخر شيء بتدفع 300000 ليره. مزبوط. ولا مره حدا فكر طب وبعدين واذا وقعنا بمشكل راحوا مستعد بالبنك بطل حدا معه مصاري. طب اوكي شو بعمل قاعدين بلا كهرباء؟ وين الدوله؟ طب يا حبيبي اوكي الدوله ما عم تعطيك كهرباء، والدوله موتور الكهرباء تبع الدوله صار له من وقت ما خلصت الحرب من التسعين بيقولوا لنا كهرباء ما في. طب مين منا فكر يركب سولار بانلز؟ كم ضيعه بلبنان؟ انا بعرف ثلاثه على 2200. كم ضاعه بلبنان ركبت سولار بانل انرجي سيستم تقدر تعطي كهرباء للعالم؟ فاليوم دعوت اجان اند اجان اند اجان يا جماعه ات از تايم تو تشينج ات از تايم تو امبروف. اليوم اذا معك بعد قرشين او اذا عم تشتغل وعم بيجيك مصاري من برا، بدل ما تفكر كيف بدك تغير سيارتك او بدك تسافر او بدك تعمل بدك بلش بامن حالك. يعني بطارياتك اذا انقطعت الكهرباء بالليل رح ترجع تنقطع، شمساتك لانه الشمس اذا تعطيك كهرباء ببلاش، الشمس ومي سخنه لانه قدر توفر مزود وغيره من القصص. ودعوت اليوم لكل حدا من بين قادر، طبعا حدا يقول مش قادرين بقى في كتير ناس بعد قادره. مزبوط. اذا انت قادر طب انا عرضت على البنايه عندي بس هو رفض لانه السطح ما عرف شو بيعمل فيه، انه يعني طب انا بدي اركب لالي وللبنايه كلها سوا سولار بانلز وانا مستعد ما في مشكل. حرام الضوء الدرج يطلع الاولاد على عتمه. طب هيدا الشيء بيقدر يصير. عم نشتغل على كتير مشاريع وعم مع كتير جهات وعم نفوت بكتير تفاصيل انه اليوم ضيعه كامله ضيعه كامله. يعني عم نحكي ضيعه صغيره يمكن 30 40 او 50 بيت ب 100000 دولار بتركب لهم سولار بانلز وبيكون على القليل عندهم كهرباء من 7 الصبح للساعة 5 بعد الظهر. عم نحكي بلا بطاريات وعشية بطاريات تنقل على الموتور. يعني الموتور صار يستعمل ربع مزوتاته او فيك
عضو وات ايفر، يعني في احتمالات او بديل طال براد ما ينتزع، في احتمالات كثير اشياء. ففي كثير ناس قاعده برات لبنان على بلد سعد لبنان، ما انه بس تبعتونا كونتينرات اكل، مش بس تبعتوا حليب، مش بس تبعتوا رز، فيك تعمل سستينبل بروجكت. عم نحكي اليوم بالمدارس عم بتقول بدنا مصاري تنعلم التلاميذ. طب خلينا نحطها ان ديفرنت برسبكتيف. اليوم بكلف، عم اقول شو ما كان، بكلف تعليم المدرسه التلاميذ 200 مليون. هال 200 مليون المدرسه عم تصرفهم كرمال تدفع كهربتها وميتها واللي هو طب عظيم. خلينا نجي نحن نركب لكل مدارس لبنان سولار بانلز، نوفر على مدارس لبنان كهربتهم، نوفر على مدارس لبنان عم تدفع الكهرباء تبعها، وخلي المصاري اللي كانت هي عم تدفعهم تستثمر بالمدرسه، تستثمرهم بالتلاميذ. ففي ديفرنت واي. فكل في كثير ناس اليوم عبالها تقول انا بدي رد لمجتمع، بدي رد لمدرسه، بدي رد للعالم. انا كل يوم بجرب رد للكشاف، انا عطتني كشاف 17 سنه صح. بجرب رد لمدرسه، مدرسه علمتني كل حياتي. بهالطريقه فيك ترجع تردهم ب تشجر المدرسة إذا بدك، تحط كهرباء للمدرسة إذا بدك، يلي هو مش بس نكبهم على على يلا أسرع شيء، جيبونا جيبونا تنعلم، استثمر تحصد بعدين. لا ومدى طويل، مدى طويل. بس أنا بغير ما حابب أبعد عن فود بلوك. بس نرجع. بس أجان الهدف من هاي الصبحية اللي نعملها هو الفيديو اللي بيكب إن إحنا هيك بنتحدث. بس المفروض بمواضيع كتير بالنسبة. هيدا أول مرة بحكي هيك أوبنلي الأشياء اللي بنحكيها نحن مع بعضنا. السؤال سألتني إمبارح مين في حواليك؟ هالعائلة اللي حواليك نقعد نحكي. كان انت ربيع كريم روي الياس ما تنسى على دخيلك دخيلك زياد نال نال هلا بتزعل نال فهيك هو هو الاحاديث نقعد نحكيهم نلقط منهم لازم نلقطه منهم نتعلم لازم نتعلم منهم ومنضل حاطين امل هيك هذا هو الامل الامل مش قاعد تحضر اخبار كل نهار امبارح طلعت مع واحد من اصحابي حاطط لي اخبار بالسياره طلعت فيه قلت له وات ذا هيل انك انت برات لبنان اساسا وقاعد هون وحاطط اخبار بالسياره طب حط موسيقى اسمع شيء ثاني لا بدي اعرف شو عم بيصير بهالدنيا لك ما انت بلا ما تعرف في شيء اسمه سب كونشنس في كونشنس سب كونشنس للاسف العالم بيمنعنا نفكر بالسب كونشنس بليز جوجل تقروه مش عم تفلسف عليكم السب كونشنس از بروبلي 95% اوف ذا لايف يور سب كونشنس هو اللي بيخطك وبيجيبك وبينعسك وبيطلعك وبينزلك واتسترا صار تحضر له اخبار كل النهار ما بيخليك تتقدم صح. بتصير اذا بدك تشيل هاي من هون لهون بتقول لا بليها ما انا سمعت انه مزبوط انه دراما والازمه وراح يصير شيء اي او ماي جاد ذاتس واو فسب كونشنس يعني اليوم صار تطلع بحدا بتقول له دخيل اجريك انتبه ما تعمل حادث صح ما تعمل از نيجاتيف حادث از نيجاتيف حيصير الحادث ما فيك تقولها بغير طريقه تقول له مثلا درايف سيفلي او يعني زيت في واحدة الناس ما بتصدقها بس هقول لك اياها ما فيك يو كانوت لوز ويت ما فيك تخسر وزن لانه بالسبكونشنس تبعك ما بيخليك تخسر شيء ما فيك تخسر تليفونك ما فيك تخسر مفاتيحك ما فيك تخسر شيء بحياتك يو كانوت لوز انيثينج هيدا الويت هيدا الوزن اللي حطيته اخذ وقت اكل سنين اشهر ما راح يخلي السبكونشنس تبعك انك تخسره ميك سنس سو انت يو كانوت لوز ويت يو كان شيب يور بودي يو كان موف تو هيلثي ايتينج يو كان ادابت تو ا بيتر ليفينج وات ايفر سنتنس بدك تقنع حالك فيها السبكونشنس تبعك بيساعدك فيها بس رايح اخسر وزن يا حبيبي راح تحط دوبل ما راح يتروحون ولا مره فكرت تعمل دايت ما بتزبط ما باكل كل يوم ليش تعمل دايت هذا السؤال نور عم مرتاح مع حالي مرتاح ليش لانه انا بعرف امتى بدي اوقف وبعرف امتى بدي اكل وبعرف ساعات اكون قاعد بالبيت انا ساعات اكون قاعد بالبيت مرتي اهم طباخه بالعالم ببعث لها كل سلاماتي بطلب منها دائما زيت شيء بتقلي ما فلقتني باستا عن جد بتقلي فلقتني وانا قاعد بالبيت بطلب دائما الصبح او عشيه كعكه محمصه مع لبنه صح باكل بالبيت كل يوم كل يوم كل يوم وما بشبع وما بزهق كعكه مع لبنه سو بعرف حالي انا ساعات اكون بالبيت اي انجوي ايتين كعكة مع لبنة او باستا اللي هو شغله واحده يعني وان ايتم رح تقولوا باستا ما فيها عجين بتنصح لا لا ما هي باستا مطبوخه الدنتي لانه الكلمه الدنتي يعني بتقرش شوي انا منها معلكه منها معجنه كرمال ما تنصح يعني انه بتعملها دايجستن بسرعه واذا اكلت انت وان ايتم ما خبصت 20 شغله مع بعضها ما بتنصح اللي هو وبعرف امتى لازم اوقف بعرف امتى لازم باكل بعرف انه ساعات باكل اليوم دبل تشيز برجر عشي يمكن ما اتعشى او ما عاوز اتعشى مش انه انت يو ادابت along the way دبل تشيز برجر مرتين بالنهار باكل بتقطعه وبتضيع بيا كمان فهيك من هون عبالي فوت على موضوع ساتحت استراليا استراليا اصلا حديث العالم وسفره وسفره سفره انا حسيت حالي سفرت معك مش معقول شو كانت حلوه لانه حتى كمان رحت كنت كتير صعبة كتير 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 صعبة انت بتذكر كيف
قد كنت حلمان باستراليا ما ايه. تعرفت عليه؟ انا حلمان باستراليا من صغير. كان عندي بنت مره ما بعرف نسميها، كانت تيجي تعلمني بالبيت انا صغير، اسمها كارمن، بحبها كثير 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 كثير، بحبها لكارمن. وكارمن بتقوم تتركني نهار انا صغير عم تعلمني، بتيجي تعلمني عربي وبتفلع استراليا، وبقيت بدي روح استراليا، بدي روح استراليا. وبعدنا كثير اصحابنا وكارمن، دقت لي امبارح بعدنا كثير اصحابنا وكارمن، وصرت رحت على استراليا، هي ما صدقت انا شفتني، يعني مثل مثل يعني مثل اختي الكبيره. فبدي روح استراليا من صغير، وبشوف استراليا والكانجورو باستراليا، بتصور مع كانجورو استراليا واللي هو استراليا. كانجورو كيف لك يعني؟ انا بخبرك قصه عن كانجورو، بتروع كانجورو، مش معقول شو حنون هالحيوان. فبدي روح استراليا، ورحت على استراليا، بقوم بقدم فيزا على استراليا انا وكريم على اساس بنعمل حلقه باستراليا. بعد 4 أشهر بيجي ريفيوزل لكريم، بعد 5 أشهر تجي ابروفل لي. انا مش حاطط براس روح استراليا، خلص راحت استراليا، راحت براسي. واز يلا يلا دب براسك، من يلا بلش كوفيد، لحق حالك نروح على استراليا. سو انا حطيت حالي بموقف وات تو دو، سو بتحط بلاننج شو بدي اعمل، وحطيت ستراكشر، بعرف حالي شو رايح اعمل، ماني رايح انبسط، ما رايح ارتاح، ماني رايح اكل اكل استرالي وما اكلت، عارف حالي شو رايح اعمل، رايح صور حلقاتي وحده. سو اشتريت مزبوط الستاند مع كاميرا مش مع تليفون، تقدر القطع وجيت رجعت معي وجع ايد، تقدر صور حالي وحده، تعلمت صور حالي وحده، واخذت قرار ما بنام اذا ما طلعت فيديو كل يوم، لانه بدي الناس اللي تصورت بنهار تحضر حالها، توقع ثاني نهار ترجع تشوفني تقول لي حلو الفيديو او لا، او تحمست، وفيديو يجيب فيديو، فيديو يحمس فيديو، حدا يعرف اني انا هون ثاني التلفون لهون. كنت ارجع كل يوم على الاوتيل على 10، ما نام قبل 3، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، خلص تصوير، نزل الفيديوهات، اعمل اديتنج، اوعى ثاني نهار، تك 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 تك، لدرجه ما بتذكر، بتذكر كثير محل موقف، اخذت تاكسي رايح، كان عندي تصويره رايح. سو بطلع بالتاكسي ودغري بنام. سو بوصل بصف الزلمه بينكزني استراليا، قال لي سوري يو ار سوبر تايرد، قلت له وير ار وي؟ قال لي وي ريتش، قلت له ثانك يو، دفعت ونزلت. فكنت نام بالتاكسيات بنص النهار، الساعه 8 الصبح 9 الصبح تقدر كفي، وبولا نهار قلت تعبت ما بدي كفي، ورحت على اساس 10 ايام رجعوا صاروا 15، رجعوا صاروا 20 على 20، كنت انا مكفى. You explored and discovered. دقت اير فرانس قالت لي اخر طياره. سو رجعت على اخر طياره وسكر كوفيد، بتذكر؟ صح صح صح. فاستراليا علمتني انه عارف كيف بدي اصور وحده، عارف كيف بدي اشتغل وحده، عارف كيف بدي اشتغل ببلاننج. منشان هيك اليوم الناس بتقول انه ولو هلا في 3 تليفونات، 1 2 3 لهون، انه ولو ايه، لانه كل واحد له قصه، ما بدي 3 تليفونات، بدي تليفون لا والكونتنت، بدي كونتنت مظبوط، بدي شغل مظبوط، بدي تصويره هون، بدي فيديو هون، بدي كل وحده مظبوطه هون. اند ذن كيف انا بدك تفوت، انه هذا كان اساس الحديث، كيف تلقطهم، كيف بتهديهم، كيف بتحطهم على الكتف، كيف تاخذ جود كونتنت، كيف تطلع على الخيال انت عم تشتغل، كيف بتشوف الضوء من هون، ليش فينا الضوء الاصفر، لانه في ضوين lots of details بتتعامل على الطريق، اذا طلعت فيهم، في ناس ما بتطلع فيهم، ما بتشوفهم. فبس حيالله حدا اليوم بده يكون انفلونسر سوشيال ميديا بلوجر فود بلوجر اللي بدكم اياه، لازم يطلع على هول التفاصيل يفهمهم، بصير يشوفهم. يعني بتصير تطلع اول ما تشوف هون انه في وسخ على الطاوله، بتصير تشوف انه يحو ايده عم بتخيل اسود، بتصير تشوف انه في ضوء ابيض نقطه واصفر من هون، في شيء غلط، انه الكاميرا دبداري بتضوي على انا لمع بس انت اخف شوي، بتصير تشوفهم هول التفاصيل وبتظبطهم على هالاساس. وكثير مهم اللي دائما برجع بقوله، كل صوره بدك تحطها على الانترنت بدك تشتغلها، صح؟ هيدا رول نمبر 101، لانه الكاميرا قد ما تكون حلوه ما بتعطيك دليل بيكتشر. سو بدك شويه برايتنس، شويه كونتراست، شويه اصفر تخففه، شويه يلي هو، وبتحط صوره. وقديش بتعطي وقت للسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا بيرد لك بال، اكيد في عندك حلقات اللي هي بتكون فيري لونج وانز، ذا تيم هيلبس يو اديت، تعمل اديتنج على، بس اخر ستين بعتقد 90% 80% عم تعملون انتو. يعني صرت عم تاخذ، امبارح قعدت صورنا شيء الصبحيات، لزقته وزبطته على your computer, you exported, بترتب your hashtags, your con, يعني unbelievable, all on your own. So ما في شيء صعب. ما في شيء صعب، بدك commitment. بدك تكون بدك perfection. Okay fine. بس إنك بدك perfection، بس بدك commitment. بدك تعرف حالك أنت شو جاي تعمل. أنت بتعرف اليوم 4 أيام جاي. 4 أيام ما هزيت من هالنقطة. مزبوط. فيني يكون عم ببرم دبي، فيني يكون عم طحنك، فيني يكون عم بروح اعمل شوبينج بالمول، بقى لانه جاي على كوميتمنت كثير واضح، بعرف حالي شو جاي اعمل، تصور شو، تعامل شو، ودائما بحس انه لازم اعطي اكثر.
ما حدا جاوبني بس دائما بحس لازم اعطي اكثر. يعني اللي بيشوفني بعيني بشوفه بعشرين، دائما بحس انه فيني اصور اكثر وبدي اعمل اكثر. ودائما از اباوت هيروز. يعني هلا اليوم قاعدين عند نايم اللي هو ريستوران هون بدبي ديزاين ديستريكت، انا فيني اقعد وصور صحنين وهول هن، بس حرام الشاف ما عمل معه اثنين فيديو، وحرام اصور محل مرتين، وحرام اجرب المنيو كله سوا، وحرام افرج الصور للعالم حلوين على انستغرام. سو دائما بحس انه فيني اعطي اكثر وبدي اعطي اكثر ولازم اعطي اكثر. فهيدي الشغله يلي الكوميتمنت اندن يلي بنقوله دائما للشركات، انه بتيجي انت بتعمل انفستمنت وبتفوت احسن الزبونات وبتحسن موظفين وبتجيب احسن تيم وبتحط كل التفاصيل، اندن توصل على اخر نقطه ماركتينج اوت سورس او سوشيال ميديا ما عندنا وقت او بطل في بادجت تعمل دعايه. طب زيت شيء بالسوشيال ميديا، بتعمل صورتك بتشتري احسن تليفون واحسن سامسونج واندرويد وايفون اللي بدك اياه، بتوصل انت عم بتحطها بتخفف وبتقلل خاصيه على ما بقى تكتب تكست، ما بتحط هاشتاج وبطيخ يكسر بعضه. تمام ايه للشغل وكل هالتعب والسالفه تمام، هول هن هول اخر اثنين اخر. فايه اتز ا كوميتمنت اند اي لاف ات. بقول مرسي للتيم كل يوم، كريم از لايف تشينجينج كان لقلي، بحبه قد اكثر من ما بحب اخواتي. روي عم يعمل شغل بيعقد، الياس العين الساهره، انت يعني منك هون بالغلط بتعرف قديش بحبك. فالكل عمل شغل بياخذ العقل بياخذ العقل بياخذ العقل فعلا، لانه الكل مأمن بالقضيه والكل بيقطع اهم مني. يعني والكل معهم باسورداتي والكل عندهم اكسس على كل الداتا، فول تراست مع الكل. انت بتعرف وهيدا الشيء كل يوم قد ما اقول ميرسي ما بيقدي، بس اي دونت اكسبكت انه الكل يعيش على سلعته. صح، لان هذا الشيء بيتعب. اوف كورس وخسرت اصحابنا لهذا الموضوع، انه نحن ما فينا نعيش 18 ساعه بالنهار عم نركض، ما فينا نعيش على الساعه 5، روق شوي علينا، ما شغلتك كلها بدك اياها امبارح، طب ما بنلحق نعمل 5 اديتنج بالنهار. انا كثير اشياء في حياتي، اي فيل لايك ام كراشينج، اي كانوت دو ات اني مور اتسترا. طب اوكي فاين، سو اي هاف ويز اوف دوينج ات ماي سيلف، اي دونت اكسبكت. وكل واحد يمشي على السرعه اللي بده اياها. مزبوط لا مش كمان مش موضوع ان حدا صح او غلط، مش انه انت كمان you know how what you want sometimes you dream it you see it in your vision sometimes. بقول له واحد مثلا بكون انا عم صور شغله مثلا للمحل او كذا، بيقول لي طب خلي حدا يعمل لك editing. بقول له I cannot explain it or even if someone says طب can I do the plate let me just show you how to do it. ما عم بقدر اشرح انا كيف بدي اياه، وبعد ما عمله الطريقه اللي بدك اياها. and this is something كمان منك تعلمت. فاين ما حدا غلط ما حدا صح، بس كل واحد له طريقته. و you always handle your stuff very well, like you're super organized. يعني I hope one day I can reach to the limit of organization من ناحية تنظيم اغراضك، تليفوناتك، صور، content. كم تيرابايت قلت قبل شوي؟ 110 تيرابايت. واو that's a big amount. هلا التاريخ ربيع، هلا التاريخ. Of course. هلا التاريخ. تعرف بس صورنا كذا مرة بقول لك بس صورنا درون بيكتشرز بلبنان، كان دائما أول حماس شو يقول لك أنت اللي بدنا نعمل كتاب ولا شو ولا شو، تقول لي ربيع wait أنا waiting and last time اتأكد بعشاء وفي مدام كانت قاعدة وقالت لي آه كانت مع أنت فرجيت الصور، قالت لي فيك تعمل كتاب، جاوبت نفس السؤال. So automatically مش لأنه in my subconscious جاوبتها قلت لها time will come. And in my mind I said in a few years Lebanon would want to see those pictures and the right time will come. And دايما بكل شيء مش بس بالصور، بكل شيء right moments will come. و هالright moment موجود اليوم. I think I'm done for today. جيل أنا جعت يعني بعد ما كنا فوقك ما كان شيء بعد. عبالي بس آخر شيء أحكي شوي عن 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 أكيد. عن السيستم. دايما بيتان دايما بيتان، ولا مرة بقلت خاصية بيد واحدة عم بتهز. دايما الإيد الكاميرا بتتهدى بالكتف مش بالإيد، يعني قد ما أعمل هيك صح. بس بتتهدى بالكتف تثبت على حالها. دايما تخيل انتبهوا على الخيالات، دايما تفكروا انه كلنا صرنا مصورين، كل العالم صار معها تليفونات، كل العالم فيها تعمل كونتنت. سو دايما فكر why you، ليش انت، how your content is different than others، why would people follow you. لكل حدا اليوم عبالي يعمل شيء سبيسيال يكون هو عم بيعمل اكاونت بيبعثوا لي مساجات share our account. انا شو share our انا افهم انا بلش عبي your account. I want to start my blog I don't know where to start. And you need to know where to start. You need to love what you're doing. ما فيك بلش شيء ما انت ما بتحبه. Why would people follow you? مثلا صار في 200 الف مليون بلوج، فالعالم عم بيتغير. دائما فكر انت بكل انسان كثير سبيسيال، كل انسان اهم من غيره، كل واحد منا هالسبعة مليار ربنا خلقه for a reason. You can be the difference. How can you be the change?
فبتفكر فيهم على اساس وبتاخذ صور وبرجع again and again and again. It's not the positivity of العالم اللي عم تحكي عنه هلا باخر 5 سنين انه everybody's positive. لا 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 مش عم لعب، مش عم طحنك. positivity comes من جوا، البسط بيجي من جوا، الاقتناع بالحياه بيجي من جوا، الرزقه بتيجي من جوا، وتعليقات كتير وسخافات كتير ونكت كتير على هول الجماعة البوزيتيفيتي والحكي البلا طعمي، وكيف واحد بده يكون بوزيتيف اذا الوضع تعبان. يا جماعه it's maturity, take a step back. ما هو الحياه is about challenges، الحياه is about problems. ما بتزبط يكون كل شيء منيح، ما بقى تنبسط بالنيح، ما بقى تعرف المنيح. اليوم في حلو لانه في بشعه مقابله، في منيح لانه في عاطل قدامه، في بسط لانه في مأساة قدامه. فاليوم ما بقى نتطلع بكل هالمأساة ونقول شو بده يكون فيها تيكون فيها بوزيتيفيتي. اللي عم بيصير السنه بلبنان كل واحد يفهم اللي بده اياها على طريقته is amazing, amazing in my positive mindset, amazing. عم نزرع، عم نرجع على الضيعه، عم نرمم البيوت لقدام، عم نفكر كيف بدنا نطور مصانعنا، عم نفكر كيف بدنا نصدر، عم نفكر كيف بدنا نوظف، عم نفكر كيف بدنا نعيش اكثر بلبنان مع بعضنا، عم نفكر كيف بدنا نتاقلم مع اللبناني، بدنا نفكر كيف بدنا نعمل ايفنتس تنبسط بعضنا، عم نفكر كيف بدنا نعمل سولار بانلز، عم نفكر كيف بدنا ندب على بعضنا تنكبر، عم نفكر كيف بدنا نجيب مصاري من برات لبنان، وغيره 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 وغيره. وعم نزرع قمح وعم جنون عم بيصير، عم بيرجع اللبناني يرجع على الاصل تبعه تبع من بعد 20 سنه بطر 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 بطر, بطر. عم بيرجع على محل يقول I need to rethink. وما حدا أكتر مني عم بيقدر يشوف هذا الشيء، أنا عم ببرم على الضيع كل يوم وعم صور معامل العلف وعم صور الأراضي، عم صور الأراضي اللي عم تنزرع وعم صور سال البقاع وعم صور المونة، عم صور العيال الضيع الستات يلي كل واحدة ببيتها مش قاعدة على التي في كل النهار عم شوف شاف رمزي وشاف أنطوان عم تطبخ هي. في تحدي كتير حلو عم بيصير the last two years. في وضع استثنائي ايه، في ناس عم تتعب ايه، بس مقابل هالناس اللي عم تتعب في ناس عم تشتغل، في 12000 جمعيه انخلقت جديده تساعد، في ملايين اللبنانيه بالعالم عم بيودوا مصاري بحياتهم كانوا يفكروا يودوا مصاري على لبنان، في ريثينكينج اوف كيف بدنا نظبط الايكونومي والضياع ما كنا نفكر فيه، عم نفكر كيف بدنا نفتح معامل برا، عم نفكر كيف بدنا نصدر تفاحاتنا، عم نفكر في تفكير رائع عم بيصير هذه السنه. نخلق لانه نحن هيك، نحن هيك، نحن ما بندرس قبل الفحص الا بالنهار، نحن هيك مزبوط. فنحن ما بنفكر الا ما ناكل كف، فاكلين كف كتير قوي عم بخلينا نتعلم وواصلين على ايام كتير حلوه. اذا منبلش نفكر كيف بدنا نبلش نحن نظبط مش البلد شو عم بيعطينا، نحن نعطيه اثنين، نحب بعضنا اكثر، نخفف انانيتنا شوي، ونوقف نشحر ونسب ارضنا ونكون اوفياء لبلدنا. مزبوط. In our next challenge, the next video, inshallah, اتفقنا على product we're gonna try. منه نعم الشيء اللي قطعنا لفتنا بكذا موضوع هو كيف نصوره. So بهذا كل part ليش هيدا الساندج بالمقلوب وليش هيدا بالعكس وليه من فوق وليه من قصة بالنص وكيف نمسك التليفون. هون هن ال 60 points حنركز عليهم. جيل يوغورت. Oh God. We're still eating. Canola and fruits. ديك هيدي في أطيب منه. ببلش من تحت، أوكي؟ جرانولا، حطيت له شوية عسل، وبكل لقمة فيه شوية يوغرت وواحدة من الفواكه، أوكي؟ صحتين. صحتين. اللوكس يومي. هو أشياء ما فيك تعمله بالبيت. ما فيك تعمله بالبيت، بنبسط فيهم بالأوتيلات. بدك تجيب الفواكه اصلا وتجيب 10 فواكه وشوي لانه لو اليوغرت زبط او لقط ولازم تخلصها عم تنتزع البراد ريكبه. We have a great day ahead, Lakan. Have a great day. Thank you so much. Thank you, ربيع. We'll see you soon. Thank you. تعقد روح نام روح. اي نام. عندنا مشروب عن عمره. يلا thanks. يلا.